بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في ملتقى بوتقة الأسبوعي، وهي سلسلة من المحاضرات الأسبوعية والتي تقام مساء كل يوم الثلاثاء، نتناول فيها مواضيع مختلفة في تخصصات العمارة والعمران. محاضرتنا لهذا الأسبوع بعنوان: هل يمكن تقويم المخططات والمشاريع السكنية غير المرضية والتي سيتم فيها استعراض لتجارب واقعية، والتي سوف يقدمها لنا بمشيئة الله سعادة الدكتور فرحات طاشكندي. دكتور فرحات هو عضو في المجلس البلدي في دورته الأولى، وعمل مستشارا في عديد من الجهات الحكومية، كما كان عضو في هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وأستاذ مشارك في كلية العمارة والتخطيط سابقا. يعمل كاستشاري في مكتب النعيم للاستشارات العمرانية، وهو صاحب ومؤسس مكتب فرحات للاستشارات الهندسية، وهو عضو سابق في مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، والمدير العام والمالك لمجلة عمران. له أعمال كثيرة من مشاريع التخطيط والإسكان والتصميم العمراني والمعماري، وله أبحاث عديدة منشورة في هذا التخصص. حصل على أول جائزة في الطالب المثالي على مستوى الجامعات بالمملكة. حياك الله دكتور فرحات. الله يحييك، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في الواقع هذه يعني اللقاء اليوم هو استعراض لكيفية تقويم البيئة العمرانية إلى الأفضل، ولا سيما الآن الرؤية، رؤية 2030، تدعو إلى هذا التوجه وتعمل في سبيل تحقيق ذلك. كان من وجهة نظري أن هناك ثلاثة توجهات لا بد من العمل معها بشكل متوازي لكي نصل إلى المطلوب، وكل واحدة يعني لا تلعب دور مختلف عن الآخر، وأنا فصلتها في مشاريع حقيقية عشان أبين كيف يعني الوضع ممكن يتحسن أو يتقوم. ممكن أسوي الآن مشاركة لل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. والعنوان كان: هل يمكن تقويم المخطط والمشاريع السكنية غير المرضية؟ أنا ما حبيت أقول أنها سيئة أو زي كذا، لأنها في وقتها كانت اجتهاداتها جيدة وعلى حسب الإمكانات الموجودة، لكن الآن لزيادة الوعي والوجود الأشخاص القادرين بكثرة عندنا الحمد لله، سواء المتخرجين من الجامعات أو إلا يعني يمارس العمل المهني. طبعا الجواب نعم، يمكن ذلك، وسأبين ذلك باستعراض التجارب الواقعية. التقويم حيكون على ثلاث أوجه، هذا من وجهة نظري. الوجه الأول أنك تقوم المخططات المعتمدة من الجهة المعنية التي لم تنفذ فيها البنية تحتها، إما تحت التخطيط أو أنها معتمدة ولا يزال العمل يعني لم يتخذ في تنفيذ البنية التحتية، وهذه كثيرة. يعني عندنا مخططات بالمئات لو نأخذها على مستوى المملكة، هناك مخططات معتمدة قديما وحديثا. في مخططات معتمدة يمكن ينقصها التمويل للبنية التحتية فمؤجلة، فكل هذه اللي تقع تحت هذا التصنيف يمكن عمل له تقويم. النوع الثاني المخططات المعتمدة من الجهة المعنية وبدأ العمل في البنية التحتية أو انتهي منه، ولكن تحت شرط واحد، أنه لم يتم البيع فيه، يعني ممكن التعديل، لأن إذا بعت تدخل في مشاكل، وممكن الخوض فيه بحذر. لكن أنا أتكلم عن المخططات المعتمدة والمنفذ فيها البنية التحتية. ثالثا تقويم المخططات والمشاريع القائمة. الآن عندنا وضع قائم، كيف نحسن فيه؟ يعني هذا ممكن من أصعب الحالات،
الباقي كله على الورق، هذا لا على الطبيعة في ناس عايشين في الأحياء السكنية. طبعا من ضحايا التخطيط السيء باستخدام السيارة المفرط أدى لانتشار أمراض العصر من قلة الحركة. يعني صار حتى بالنسبة للوصول إلى المدرسة صار صعب. يعني هذا كرتون يستهزئ فيه، يقول أليس من الجميل أن نرى الأطفال يذهبون إلى المدارس مشيا؟ طبعا هم طالعين فوق السيارة. المشروع الأول لو نبتدي فيه هو تقويم المخطط المعتمدة ولم تنفذ فيها البنية التحتية. أنا بأجيب لكم مثال من الجزائر، كنت استدعيت في مؤتمر كان عالمي وألقيت فيه المشروع هذا. طبعا أعطوني مشروع وردي تحت التخطيط لم ينفذ بعد، فبعد ما تناقشنا فترة وبينت أنه فيه مشاكل كثيرة عملت البديل هذا اللي استعرض لكم وعرضته، كان يعني حاضر عدة وزراء، وبعد كذا انقطعت العلاقة ولا أدري يعني إيش حصل في المشروع. لكن هذا المشروع الأصلي مكون من 108 عمارة سكنية، كل عمارة 6 أدوار وكل دور فيها 4 شقق. لو تلاحظوا المخطط هنا يعني لم يؤخذ في الحسبان الإنسان، يعني كلها شوارع مسفلتة ومواقف سيارات والمدارس مبعثرة والأسواق مبعثرة والخدمات الاجتماعية مبعثرة، يعني لكي تصل إلى أي مكان. يعني حتى المشاة مشتتين في الشوارع، يعني إذا كان عندنا خلنا نقول 5000 ساكن أو 10000 ساكن، بدل ما أنت توجههم في شارع رئيسي يتشتتوا في يمكن أكثر من 30-40 شارع. وطبعا هذه له عيوب شديدة، أنه يقل الأمن في الشوارع الغير مطروقة، ولكي يصلوا إلى مقاصدهم لازم يقطعوا شوارع. مثل كذا واحد ساكن هنا بيروح المدرسة الثانوية يقطع عدة شوارع، الثاني ساكن في المنطقة الثانية بيروح مدرسة ابتدائية يعني أو المتوسطة يقطع عدة شوارع، وكما تعرف فيها خطورة على الأطفال. هذا مثلا الواحد بيروح الملعب الرياضي أو النادي الرياضي لازم يقطع كل هالشوارع هذه. طبعا اختلاط حركة المشاة مع حكر السيارات واختراق السيارة الحي وفقدان الفراغات العمرانية لتفعيل الأنشطة سائد في هذا المشروع. يعني هذا يبين كيف انه الاختراق، يعني ممكن واحد يدخل من يمين المشروع ويطلع من يسار المشروع ولا حد يقدر يسأله انت رايح فين ولا جاي من وين، لان الشوارع كلها مفتوحة على بعض ومتصلة على بعض، ما تقدر تمنع واحد تقول وين رايح. هذا البديل اللي عملناه نحن، أخذنا نفس المشروع بنفس العناصر، نفس مساحة المدارس أعدادها الملاعب الأسواق، نفس العماير، أخذت نفس العماير لأن هي مصممة من قسم الدراسات التصميمية العماير، فأستطعت أن أوجد إضافة إلى المشروع السابق. يعني المشروع السابق كان في 108 عمارة سكنية، استطعنا نزود 7 عمارة، أصبح عندنا 115 عمارة. وجمعت المشاة في شارع الرئيسي يوصل جميع الأنشطة ويربط الحي بعضه ببعض. هذا الخط الأبيض هو شارع المشاة الرئيسي، لو تلاحظ أنه يربط جميع عناصر المشروع، المدارس الابتدائية والمدرسة الثانوية والملاعب والأسواق والمساجد كلها، حتى السكان يمشوا في شوارع ثانوية ويصلوا إلى هذا الشارع الرئيسي، فيصير الشارع الرئيسي هذا مطروق. المرأة لما تمشي فيه ما تخاف أن واحد يتهجم عليها، لأنه دائما في ناس يا اللي رايح للمدرسة أو اللي رايح السوق أو اللي رايح للمسجد أو اللي رايح يزور. فتجميع المشاة في شارع رئيسي يعني يصل جميع الأنشطة ويربط الحي بعضه ببعض، وفي نفس الوقت فصل حركة المشاة عن حركة السيارات وعدم اختراق السيارة الحي. لو تلاحظوا الشوارع الراجعة، يعني الشارع يرجع يصل إلى عند شارع المشاة الرئيسي ثم يرجع ينكس مرة ثانية على الطريق الدائري الخارجي، يعني اللي يبغى ينتقل من مكان من عمارة إلى عمارة ثانية لازم يأخذ الشارع الرئيسي. فلذلك هناك تدرج في الحركة، لكل حركة
وظيفة. ففي شوارع مجمعة تجمع الشوارع الصغيرة وترميها على الشوارع الرئيسية، فدور الشارع الرئيسي هو نقل الحركة من مكان إلى مكان، زي ما هو حاصل هنا اللي هو باللون الأسود الغامق، فهو ينقل الحركة من أي منطقة إلى منطقة ثانية. والشوارع اللي باللون رمادي هي الشوارع الداخلية، شوارع الخدمة اللي تؤدي إلى العمائر. لو تلاحظ أن حركة المشاة أيضا من بين العمائر كلها تصب في الشارع، شارع المشاة الرئيسي. هذه مقارنة يوضح لك أنه اللي على اليسار المخطط الأصلي، يعني بالإضافة إلى تحسين البيئة وتقويم المخطط وعمل جودة حياة فيه، إلا أنها أيضاً المشروع صار أوفر. يعني إذا كان هذا القطاع الخاص فأن سيجني أرباح إضافة 7 عمائر بإضافة 24 شقة في كل عمارة، يعني الوحدات زادت من 2592 شقة إلى 2760 شقة. هذا يبين لك أيضاً جودة الفراغ، يعني على اليسار لا يوجد أي فراغ عمراني لتفعيل الأنشطة المختلفة ولا يعني عمل أي نشاط، بينما على اليمين في فراغات يعني تساعد على إقامة أنشطة ثقافية اجتماعية تفعل المشاركة المجتمعية. هذا فيديو يوريك يعني كيف نحن عرضناه أيضا عشان نبين لهم كيف يعني الحياة العمرانية وجودة الحياة تحسنت بعد ما عمل المشروع. هذه المنطقة المركزية فيها الملاعب والأسواق والمدرسة الثانوية والمسجد الجامع، التقاء الشارعين الرئيسيين حق المشاة يلتقوا في حديقة ما كانت موجودة، وأوجدنا حديقة مركزية في الوسط. هذه الساحة الجانبية تكون inviting space، فيها مدرسة ومسجد محلي. هذا الشارع المشاهد الرئيسي دائما تحصل في ناس يمشوا فيه، فلذلك الأطفال والنساء كبار السن يعني يجدوا فيه أمان، يعني الشوارع ما هي مشتتة وما هي مهجورة. طبعاً حتكون بيئة مناسبة في عطلة نهاية الأسبوع أو بالمساء، أن الشارع يرجع إلى أن يتحول إلى نشاط اجتماعي. هذا الحديقة اللي أوجدناها ما كانت موجودة، أوجدنا حديقة كبيرة في قلب المشروع بجانب المدرسة الثانوية والمسجد الجامع ومنطقة الأسواق والمنطقة الرياضية. تقسيم الآن المشروع إلى قسمين، هذا الجزء اللي يخترق هذا الشارع في مدرسة ابتدائية ومسجد محلي، والشارع الثاني اللي على اليسار أيضا ممكن تصير منطقة لوحدها لأن مركزها مسجد محلي ومدرسة ابتدائية. طبعا يتخلل شارع المشاه ساحات أكبر. هذه البوابة الثانية، يعني في طرفي المشروع عملنا بوابات مساحة كبيرة يعني فيها استدعاء للفراغات العمرانية. هذا على اليمين مدخل وعلى اليسار مدخل. أيضا
طبعا المنطقة كانت صعبة ووعرة، لكن أنا أخذت نفس المساحة عشان تكون المقارنة حقيقية، نفس المساحة، المدارس، المساجد، نفس مساحة الوحدات السكنية العماير. هنا بينا في الليل، أيضا في المساء الجو هيكون مناسب جدا للمشاة وللسكان بعد ما يجوا من العمل، تكون بيئة جميلة جدا. طبعا الحمد لله يعني لاقى الاستحسان من الجميع. طبعا في سؤال ثاني يضيف لي، يعني هل يوجد بديل لرفع الكثافة السكانية دون اللجوء للعمائر السكنية ذات الشقق المحدودة؟ يعني الشقة ما أحد يقدر يتوسع فيه، فهل كان السؤال هل هناك في بديل ولا يسمى، يعني كان في الجزائر حتى في أغلب الدول العربية أن العائلة تتمدد، يعني تبدأ بعائلة صغيرة ثم بعد فترة بعد 5 سنوات أو زي كذا تكبر العائلة، يعني من الصعوبة بمكان أنك يعني تزيد في المساحة. يعني أنا شفت في بعض الدول العربية وفي بعض الدول أمريكا الجنوبية يحولوا الشقق إلى غرفة إضافية إذا جاءهم طفل أو إذا حب يتوسع. فطبعاً أيضاً فيها مشكلة العمائر، إنها في مشكلة الصيانة، من يصلح الدرج، المصاعد، صيانة المجاري الصحية إلى آخره. يعني فيها أمور كثيرة، الأمن، التشغيل، الإدارة. يعني فهل فيه حل بديل؟ قلت لهم نعم، ممكن رفع الكثافة السكانية بدون اللجوء إلى العمائر. فهذه العمارة عندهم مكونة من 6 أدوار، كل دور فيها 4 شقق. هذه مكونة من شقة، شقتين، 3، 4. مكونات كل شقة عبارة عن صالون، يسموه صالون، ومطبخ، وتكرم حمام. الحمام مفصول لقطعتين كالنظام الفرنسي، وبعدين في غرفتين نوم. طبعا مساحة الشقة 8 متر. وجدت أن هالثمانين في أغلب يعني الدول العربية هو هذا يعني المقياس أو الستاندرد، ما أدري ليش، لكن 80 هو الرقم السحري، يعني من 70 إلى 80. أنا شفته في تونس، في المغرب، في اليمن، في كثير من، حتى لما عملت دراسة، والدكتور صالح الهذلول أيضا في بحثه، والأستاذ علي الشعيبي أيضا عملوا دراسات عن الرياض زي كذا، المنطقة القديمة كان متوسط مساحة المنزل 80 متر. يعني كانوا الناس عايشين في مساحة 8 متر بس على دورين، كيف دورين أو 3 أدوار. طبعا أنا قسمت الشقة 8 متر إلى قسمين، يعني أخذت المجلس والمطبخ وتكرم الحمام والبلكونة، أخذتها كجزء، ثم الجزء الثاني اعتبرته الغرفتين نوم، اعتبرت هذا جزء. فاللي عملته أن جبت قطعة أرض مساحتها 5×16، 80 متر على قدر مساحة الشقة، كيف، ووضعت فيه في الدور الأرضي، نقلت الجزء الأول من الشقة، لو تلاحظوا من على اليسار جزء من الشقة اللي هو الصالون والمطبخ وتكرم الحمام، وعملت درج إضافي، كيف، يطلع إلى الدور العلوي مكان البلكونة. فتقريبا مساحة الدور الأرضي هنا تساوي نصف الشقة في العمارة. والغرفتين نوم حولتها في قطعة الأرض إلى غرفتين نوم نفسها بنفس المساحات، هذا الدور العلوي. فقطعة الأرض 80 وهنا مساحة الشقة 80. هنا ممكن نطلع أكثر من دورين، طبعا أنا سويت هذه الدراسة الآن على السن دورين، لكن ممكن واحد يطلع 3 أدوار، 4 أدوار. أوكي. هذه الشقة أو نسميها التاون هاوس ولا الدوبلكس ولا المهم، أنا أسميه وحدة سكنية فيها الصالون والمطبخ والدرج وتكرم حمام، بالإضافة إلى مقدمة ومؤخرة، يعني في حديقة خلفية ممكن الواحد يضع فيها نخلة، يحط في زراعة، أي شيء، ممكن حتى يسوي مسبح صغير. وفي الدور العلوي أيضا في سطح
ممكن هذا السطح يصير في المستقبل تمدد مثل ما تلاحظوا. ففي إمكانية التوسع بديل للشقة، يعني في الشقة لا يمكن، لكن هنا ممكن إضافة في السطح، ممكن نضيف مثل ما سويت هنا الآن، أضافنا غرفة وحمام. هذا الحل الآخر طبعا في أغلب العوائل يحتاج إلى دخل إضافي، هذا اللي اكتشفته من يعني خبرتي في مجال إسكان، أن الناس تحب أنه تأجر جزء من بيتها كمحل دكان أو يأجر الدور العلوي على أساس أنه يكون في دخل مستدام يغطي نفقاتهم الشهرية واليومية. فأنا اعتبرت لو أخذنا الدور الأرضي والأول وسويناه مدخل للبيت الرئيسي إلا بدورين، رقم واحد، ورقم اثنين عملنا له درج منفصل يطلع على الدور العلوي اللي هو الثاني والثالث، مع وجود حديقة للبيت للأسر الأساسية. يعني هذه إمكانية التوسع لإضافة عائلة في الدور العلوي، أفرض واحد يبغى يأجر أو بيسكن ابنه إلى آخره، فعملنا إضافة درج في مقدمة البيت لو عملنا درج. طبعا هذا يعني التصميم تصميم ابتدائي، يعني لا ما هو احترافي، فقط للتوضيح من الناحية التوضيحية، لأن يوجد مسؤولين كانوا كبار وزراء ورؤساء بلديات إلى آخره. فلو تلاحظ الرسمة الثانية الوسط يبين لنا الغرفتين، في الرسمة الثالثة اللي على اليمين آخر شيء على اليمين يعني يبين البيت كامل بعد التوسعة، فصار عندنا ثلاثة غرف نوم وحمام. أوكي. هذا القطاع يورينا أن الدور الأرضي والأول لعائلة، ثم الدورين اللي فوق للعائلة الثانية، والدرج مفصول. هذه الواجهة البسيطة. أوكي. طبعا أنا كنت لابد أن أوري البديل يعني لهذا المشروع لما تكون كقطع، فصممت المخطط من جديد على أساس أنه يوفي لي بالمقترح اللي سويناه لرفع الكثافة من دون اللجوء إلى العمائر. أنت تستطيع ترفع الكثافة السكانية بدون اللجوء إلى العمائر بهذه الطريقة، تصغر قطع الأرض وتعطي إمكانيات أنه يطلعوا أدوار. ولو تلاحظ نفس الفكرة، يعني أنا أبغى أبحث عن القلم. موجودة في الأعلى في دكتور. ها؟ أي في الأعلى ما أنا محص، أنا كنت في view option. أعرف. شيرينج على كل حال ما أدري وين راح الآن. طيب ممكن اللون الوردي هو اللي يبين شارع المشاه الرئيسي، لو تشوفوا يعني يربط جميع أجزاء المشروع كما في المخطط الأول الخاص بالعمائر، يعني نفس العناصر أبقيتها كما هي بنفس مساحاتها بأعدادها، فطلع عندنا نستطيع أننا نوجد إسكان ل3272 عائلة لو أسكننا في كل قطعة ثلاث عوائل. يعني قطعة الأرض 5 في 16 يساوي 80 متر، فهذه مقارنة بين المخطط الأصلي اللي فيه 2592 عائلة في 108 عمارة إلى أننا أسكننا 3272. طبعا نستطيع نقلل العدد، أنا رحت إلى زيادة لأن قضية الإسكان عندهم يعني مستحلة، وكان لابد من إيجاد حلول سريعة، وكان عندهم خطة أنهم ينشوا في حدود 1.5 مليون في خلال 5 أو 10 سنوات في تلك الفترة اللي أنا كنت عندهم. هذا تصور عملته للقطعة الصغيرة، رفع الكثافة من دون اللجوء إلى يعني العمائر.
هذه الساحة الرئيسية والممشى الرئيسي اللي يجمع جميع السكان ويوصلهم إلى جميع أطراف المشروع بما فيها إلى المرافق والخدمات. يعني ما في عدة شوارع توصلهم، في شارع رئيسي وفي شوارع فرعية توصل إلى البيوت، لكن الطريق اللي يوصل إلى المسجد والمدرسة والحدائق خط واحد يجمع ولا يشتت. طيب المشروع الثاني هو تقويم المخططات المعتمدة من الجهات المعنية وبدأ العمل في البنية التحتية أو انتهي منها ولم يتم البيع فيه بعد. طبعا هذه أكثر صعوبة لأنها تحتاج إلى عملية جراحية ومكلفة شوية، لكن ما هي بكثيرة، لكن العائد المادي كبير. وأنا أبين لكم الآن تجربة عملناها في مخطط البستان في حي الملقى لمجموعة الزامل التجارية، مساحة الأرض 821 ألف متر مربع، يعني حوالي 82 هكتار، مساحة كبيرة. يعني من فوائد إعادة تقويم المخططات أن التخطيط الشبكي للمخططات تفتقر إلى الترابط الاجتماعي، الشوارع تعزل البيوت، لا تسمح للسكان وخاصة الأطفال من ممارسة أنشطتهم خارج المنزل، لأن أهاليهم يخاف عليهم من حوادث السيارات أو من عدم الأمان، وهذا أدى إلى كثير من أمراض العصر من قلة المشي والحركة والذي قال له أمراض نمط المعيشة. أيضا ترتفع فيه تكاليف إيصال الخدمات لأن الكثافة واطية والشوارع كثيرة، فتكون تكلفة التطوير بير كابيتا بالنسبة للفرد مرتفعة جدا، بالإضافة لوجود شوارع زيادة عن اللزوم تحتاج يعني نظافتها وصيانتها عبء كبير على البلديات. طبعا لوجود مداخل كثيرة الأحياء تجعل البيئة هذه مفتوحة وصالح الحركة السريعة العابرة، وتحول جميع الشوارع الداخلية إلى مناطق عامة وإلى شوارع عابرة، وتدخل كل من يعني يريد أن يخل بالأمن، وتسهل عبور السيارات الغير مرغوبة من الليموزينات والشاحنات حتى إذا كان في التقاطع في ركن المشروع في ترافيك لايت وفيه يعني ارتداد من السيارات، غالبا أصحاب السيارات اللي في الخلف يدخلوا من داخل الحي لتجاوز الإشارة وتسبب حوادث كثيرة. للأسف الأنشطة التجارية القطع كلها على شوارع 30، هذه يريد لها تدخل من يعني وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، لأنه غير منطقي أننا نربط النشاط التجاري بعرض الشارع، لأن بعض المرات نحتاج إلى أنشطة تجارية في داخل الحي لعمل الحي بحيث يكون حي ويسهل المراقبة. أنا أذكر في تقرير لوزارة الداخلية من يعني 40 سنة كان فيه أن الأحياء اللي فيها بقالات كورنر شوب يعني أكثر أمان وما فيها سرقات في الحي. أيضا تشتت المشاة في داخل الحي لوجود شوارع كثيرة متفرقة. النظام الحالي لا يسمح بعمل قطع صغيرة، مع أن يعني التناقض أن الشقق الآن أنت تسمح أن الشقة تكون 120 متر 100 متر وبعروض أقل من 10، ولا تسمح للوحدة السكنية أن تكون بهذا الحجم. ما أدري ليش، يعني هذه وحدة سكنية وهذه وحدة سكنية، فكيف أنت تسمح في عمارة أن تطلع هذه الوحدات السكنية بهذا الحجم وما تسمح للعائلة المستقلة أن يكون لها وحدة مستقلة يعيشوا براحة، ما يكونوا مشتركين مع أحد، لهم مدخل خاص هم يصينوا المبنى حقهم، وهذا أفضل بالنسبة للبلدية والجهات المعنية. ما عندنا مراكز أحياء، صعب مراكز أحياء، لا يوجد نشاط تجاري. يعني أنا عانيت في كثير من المخططات اللي كنت أحاول أخططها أن أوجد يعني وقف بجانب المسجد. طبعاً الوقف هذا نخليه زي ميد يكون فيه بقالة وفيه مغسلة ملابس وفيه حاجات كثيرة، بحيث المبالغ المالية المستدامة هذه يكون تمويل مستدام للمسجد، يغطي نفقات الصيانة والنظافة للعمال، دفع فواتير كهرباء إلى آخره. إذن الخلاصة أنه لا يمكن عن طريق تلك المخططات تنفيذ برنامج جودة الحياة بتاتاً، لا يمكن. طيب إيش البديل؟ البديل الآن طبعاً أنا أخذت مخطط البستان على أساس أن نبين كيف ممكن بعملية جراحية نستطيع أننا نحسن حتى المخططات المنفذ فيها البنية التحتية لكن لم تباع بعد.
يعني القطعة ما بيعت. هذا موقع في شمال غرب الرياض، هذا اللي على اليمين قبل التعديل، المخطط زي المخطط العادية، طبعا هو واحد من مخطط كثيرة، يعني هذا يعتبر ربع المخطط دكشاد 2 كيلو 2 كيلو تقريبا، وهذا بعد التعديل. يعني لو تلاحظ في المخطط على اليمين في اختلاط حركة مشاة مع السيارات، في تشتيت للمشاة يخل بالأمن، بينما في على اليسار في فصل حركة المشاة عن حركة السيارات، والسيارات ما تخترق الحي، وأوجدنا فراغات عمرانية، عندنا 3 فراغات عمرانية كل واحدة فيها مسجد وخدمة اجتماعية، وتشكل نواة لحارة، كيف استطعنا أن نوجد 3 حارات. هذا المخطط الآن فيه لو عملنا فيه مدخلين بعد ما أعدنا التشكيل، صار له مدخلين، وبعدين فيه طريق دائري يربط الحي جميعه، يعني ممكن واحد ممكن ينتقل بالسيارة ويروح إلى أي نقطة، ويمكن يروح مشي. الميزة في هذا الخط الدائري أنه ممكن سكان الحي يستأجروا يعني جهة تحرس لهم المنطقة، يعني يكون في جيب يمر على مدار الساعة بحيث أنه يوفر الأمن لو حصل أنه محتاج إلى رفع من مستوى الأمن. هذا الطريق الدائري طبعا. هذا الشارع المشاه الرئيسي في الوسط، عدم اختراق السيارات للحي يرفع من مستوى الأمن والأمان، يعني لو تلاحظ السيارة ما تقدر تخترق ترجع، لذلك سميناها شوارع راجعة، بالإنجليزي يسموها لوب. طبعا في نهاية الشارع المشاة في إمكانية وقوف محطات النقل، فلذلك أنا ما أعرف الفلسفة في وضع في جريد زي مثلا مدينة الرياض أو مدينة جدة أو الدمام اللي هي شبكية، كيف تم وضع محطات النقل، يعني اللي هي اللي توقف فيها الأوتوبيسات وهذا، لأن المفروض أن هذه يكون منطقة تجميع للسكان للحركة، كيف؟ فهنا بكل سهولة نستطيع أن نعمل نقطة للمحطة أو للأوتوبيس بحيث أن كل الناس يتجمعوا فيه، أو في الجزء الجنوبي نضع واحدة ثانية بحيث أيضا الناس يتجمعوا في هذه المنطقة بكل سهولة، فتصير نقطة تجميع، أوكي؟ فيصير حتى الأوتوبيس يوقف كل فترة في مناطق محددة، يعرف بالضبط أنه فيه مجموعة ناس منتظرينه. هذا المشروع أثناء تنفيذ البنية التحتية، هذه الفراغات اللي شكلناها، الفراغات الإنسانية الاجتماعية فيها نشاطات الأطفال والنساء وفي الويك إند، أوكي؟ في جلسات كثيرة في شارع المشاة، حتى وضعنا ألعاب الأطفال في كل ساحة، يعني في كل ساحة رئيسية، في عندنا 3 ساحات رئيسية، في كل ساحة في مسجد ومركز اجتماعي. هذا الآن يعني هذه الصورة من 2 سنين كذا أو 3 سنوات، شوف كمية الشجر والنخيل. يعني بدأوا الأطفال يطلعوا ويلعبوا على الأقل، إنه الآن صار في ممشى في داخل الحي السكني، يعني ما العوائل ما تضطر أنها تطلع برا لمماشي بعيدة لكي يتريضوا، يعني يتريض في نفس الحي حقه، يعني يطلع من بيته يمشي له 200-300 متر يجد شارع المشاه الرئيسي. والشوارع التي توصل إلى هذا بحيث أنها كلها شوارع راجعة، الحركة تكون فيها أقل ما يمكن حركة السيارات، فقط في الصباح هم طالعين العمل، وبعد الظهر هم راجعين من العمل، بعد كذا خلاص يصير الشارع هادئ. وهذا اللي يحاولوا الآن في التخطيطات الجديدة في أوروبا، أن يحاولوا يعملوا نفس الفكرة، أنهم يهدئوا الحركة في الشوارع بحيث يقللوا من سرعة السيارة ومرور السيارة في هذه الشوارع.
يعني وضعنا لهم ايضا جلسات. يعني شوف كميه الشجر اللي تظلل الممر. الان المشروع الثالث اللي هو الاصعب في نظري وسهل في نفس الوقت، يعني كيف تقوم المخططات المشاريع القائمه، يعني البيئه العمرانيه اللي احنا ساكنين فيها. طبعا انا جبت مثال من عملناه احنا من زمان بمساعده سمو امين منطقه الرياض انذاك الامير عبد العزيز. يعني الامير عبد العزيز انا ما انكر فضله في سبب نجاح كل هذه المخططات، يعني وجوده كان الدعم الكبير، وهو الذي يعني شجعنا وساعدنا في، انا كان في يعني ظني لو لم يكن موجود يمكن ما اقدر نسوي المشاريع هذه، فالشكر اولا واخيرا له. تاهيل شارع الامير سلطان للمشاه وتحسين المشهد الحضري، طبعا عرض الشارع كان 36 في حي السليمانيه. نحن لو عملنا نفس الترتيب هذا في جميع في داخل الاحياء، تعرفوا مخطط دوكسيادس هو عباره عن وجود شوارع تجاريه في داخل الاحياء 30 و36 بكثره. يعني المخطط 2 كيلو في 2 كيلو مقسم الى اربع اقسام، كيلو في كيلو، الكيلو في كيلو هذا في له عدة شوارع 36 و30 هي اللي عليها الأنشطة التجارية. فنستطيع نحن إذا مشينا بنفس التجربة اللي سويناها هنا أننا نطلع ببيئة جميلة جدا. طيب الحاجة لتعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال تهيئة الأحياء أن نجعلها صحية ومريحة وآمنة وصديقة للبيئة، وهو هذا المطلب الأساسي في رؤية المملكة 2030 في تحقيق برنامج الجودة، ومطلب مهم في ريادة مدن المملكة على مستوى العالم لكي نحقق الاكتفاء والاستدامة الاقتصادية، وفي نفس الوقت نحقق مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة للأنسنة لأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري. طيب أنا وجدت أنه هناك ارتباط قوي جدا عند تقويم البيئة القائمة بالشوارع، يعني كل الأشياء اللي نقدر نسويها في الشوارع لأنها خلاص العماير قائمة والبيوت قائمة والشوارع قائمة، فالمجال الوحيد وهذا اللي يعملوه برا. لو تلاحظ في جميع الكتب اللي تكلمت على النيو أوربانيزم والوكابيليتي والأشياء هذه، كل محاولاتهم فقط في تسكير الشارع، تضييق الشارع، زيادة الرصيف، كذا كلها يعني تقام في الشوارع إلا إذا كان حصل نزع ملكية، والظاهر برا ما عندهم نزع ملكية، لكن احنا نستطيع عندنا يعني نزع بعض الملكيات لتحسين هذا. لكن أنا هنا في المشروع لا أحبذ أي رفع النفقات، نحن نستطيع بدون نزع أي ملكيات أننا نعيد تقويم البيئة العمرانية ونحسنها. وحيث أن الشوارع هي المكونات الرئيسية للأحياء القائمة، وهي تمثل الفراغة العامة، وتقع تحتها أو عليها منظومة البنية التحتية، وتقع فوقها كل ما يتعلق بالنفقات المستدامة من صيانة الشوارع، النظافة، تجميع القمامة، إنارة الشوارع، ري الأشجار. فبالتالي تحتاج شبكة الشوارع إلى تحسين متكامل لتحقيق جودة الحياة في الأحياء السكنية. وإذا طورت الأرصفة هذه كلها ضمن تلك الشوارع، ماذا تكون النتيجة؟ سنحصل على شبكة مشاة داخل الحي مرتبطة بعضها ببعض مشيا، يعني يستطيع الطفل يروح المدرسة مشي، يستطيع المرأة تروح إلى السوق مشي، يستطيع الإنسان يروح إلى المسجد مشي. يتحول الحي السكني إلى بيئة مشاة، لأن خلاص أعطينا للإنسان حقه من الشارع. يعني أول إحنا كنا نسفلت الشارع اللي نسميه الرايت أوف واي، شارع مثلا 26 20 15 30 من السور إلى السور، والأرصفة فقط تكون غالبا لحماية الأسوار، ما هي الأرصفة للإنسان، غالبا تكون متر وعشرين سنتي يزرع فيها الأشجار وتحط فيها أعمدة الإنارة، فما يبقى شيء للإنسان. فإذا أرجعنا الإنسان حقه من الشارع، أعطينا للسيارة حقها فقط، يعني الشوارع الداخلية خليناها 6 متر رايح، كيف؟ ثلاثة رايح وثلاثة جاي بعرض 6 متر. أنا لما أعد تخطيط حي السفارات منطقة الإسكان الشوارع الداخلية كلها 6 متر، 6 متر وبعدين مترين ونص مواقف طولية ومترين ونص مواقف طولية، الباقي خصص لأرصفة المشاة. طبعا هناك فوائد كثيرة من هذا العمل تطوير الحياة القائمة. أول شيء نحقق رؤية 2030، نقوي العلاقات الاجتماعية بين السكان، زيادة الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الحي،
فبالتالي خلاص الإنسان مدام هو صار في انتماء ما يوسخ الحي حقه ويعمل على تنظيفه، تعزيز السلامة المرورية، ربط المشاة من داخل الحي بشبكة مشاة رئيسية للوصول لمحطات النقل العام، ولا سيما الآن الشبكة على وشك أن تنتهي، فكيف ينتقل واحد من بيته إلى المحطات هذه؟ لابد أننا نهيئ له الأرصفة الملائمة، يعني ما نعمل شوارع جديدة للمشاة، لا نطور الشوارع كما أوريكم الآن في تخصيص أرصفة مناسبة للمشاة، كيف رفع مستوى السلامة المرورية بعمل الدرج الهرمي ومنع مرور السيارات العابرة. طبعا هذا يؤدي إلى سهولة التعرف على الغرباء، يعني الغريب ما يقدر يدخل، ينكشف إذا كان هو جاي يبيع شيء ولا يبغى يسرق شيء، ينكشف إذا لف لفتين، يعني الناس يقولوا إيش جابك في هذا الحي، إيش جابك هنا، لأن الشوارع ما هي بعابرة، كلها شوارع راجعة أو مسدودة. طيب حيكون في زيادة لمساحة الأماكن العامة، زيادة مساحة الأرصفة يزاول فيها الناس رياض المشي، حتى زاد رقعة المناطق الخضراء. طبعا نستخدم بعد كذا المصادر المتجددة للطاقة في أعمدة الإنارة وري الأشجار إلى آخره. هذا شارع الأمير سلطان لو تلاحظوا في السليمانية، يعني حالة الشوارع كانت كذا تعيسة، ما في أرصفة زي الناس. الصورة هذه جيدة تبين المقارنة، كيف الشارع قبل التقويم على اليمين، يعني كيف السيارات ملاصقة للفترينات للمحلات، يعني حتى المرأة اللي تدخل المعرض ما تقدر تنتقل المعرض الثاني، فتركب سيارة وتمشي. فلما حسنا الشارع، لو تلاحظوا الشارع على اليسار وزودنا الأرصفة، الآن صار الإنسان يطلع من المحل والمعرض هذه إلى معرض ثاني، حتى لو ما يبغى يتسوق، يعني يجي للسياحة يتمشى، يدخل الكافيتيريا، ومو شرط الآن يوقف عند يعني العمارة أو عند المعرض، يقدر يوقف أبعد أو أقرب ثم يمشي. طبعاً كان في إشكالية أيضاً بعد ما صلحنا الشوارع والأرصفة، بقيت مشكلة المشهد الحضري، اللوحات يعني اللي تشوه، يعني تلاحظوا هنا قبل وبعد أيضاً، هنا هذه صورة البعد، يعني كيف أصبح الآن الشارع جميل ومهيئ للمشاه. لا لكن طبعا أيضا وضعنا أعمدة إنارة جميلة كلاسيكية مع جلسات أيضا، وحلينا مشكلة ارتفاع المنسوب، يعني للأسف أغلب الدكاكين كانوا يرفعوا منسوب المعرض 4 درجات 6 درجات درجتين، فصار في توحيد الآن، في استمرارية للمشاه. اوكي طبعا، وايضا منع السيارات انها لا تدخل وتوقف في تزاحم السكان. هذا الان الشارع، يعني بعد ما حسنا، لو تلاحظوا اللوحات الاعلانيه للمعارض ايضا تحسنت، اشتغلنا عليها وطلعنا التنظيم بحيث انه يمشي فيه على مستوى المدينه. نفس هذا قبل تعديل اللوحات، لو تلاحظ اللوحات كبيرة وغير مرتبة. معالجة ظاهرة التلوث البصري تزيد من كفاءة الجودة البصرية، وبالتالي لو تلاحظ الشارع كيف الآن، يعني كأنه معمول للعميان، كأن الإنسان ما يشوف، اللوحات كبيرة، وحتى بعضهم يحط السي في حقته في اللوحة. إن لذة النظر إلى الأشياء الجميلة تسبب المتعة، يعني البلاجر يأتي من النظر، إنك تنظر الأشياء الجميلة فيعطيك إحساس بالمتعة، وهي من مقومات جودة الحياة. يعني أشوف هذه العمارة الأمانة تتعب وعندها لجان لمراقبة واجهات العمارة ويتعب المعماري، وفي الأخير تطلع النتيجة كذا، يلزقوا عليها لوحات إلى فائدة الرخام، اللي يطلبوا لابد أن يكون في رخام، يكون واجهات كذا، كلها تضيع. فكان طلب سمو الأمير عبد العزيز أنه لابد من تحسين
الواجهات. فعملنا على تنظيم، والأمانة مشكورة من ميزانية خاصة بها عملوا على حساب الأمانة العمل هذا. يعني شوف هذا هم بالإشحاط، يعني سبحان الله، هنا بقالة، نظارة، مجموعة الرشيد، المصوصف، يعني كأنك أنت عامل للعميان. هذا الآن بعد التقويم، لو تلاحظ الآن صار فيه يعني تحسين الواجهة، حافظنا على العمارة. صح، أنا ما أقول أن هذه مشاريع يعني معمارية رائعة جدا، لا، لكن على الأقل نحافظ على واجهة المدينة المعمارية. هذا مثلا كيف كان الوضع الراهن وكيف أصبح. أيضا هذا كيف الوضع الراهن وكيف أصبح، يعني صارت الآن الواجهة تبان. تلاحظ التشوه كيف، يعني حتى مسكر على الطيق، يعني النوافذ، لو في ناس ساكنين في شقق يصبحوا بدون شقق، بدون نوافذ. هذا الآن الوضع اللي تحت بعد التقويم. هذا كلكم تعرفوا مطعم السرايا التركي، كان عامل حكاية في الواجهة، فالآن تحول إلى شيء أنيق. أيضا العمارة هذه كيف تحول. هذا الآن بعد ما عدلنا الأرصفة واللوحات، يعني هذا الآن الوضع الحالي، الآن وضع عمدة الإنارة والجلسات وحل الفرق بين منسوب الدكان ومنسوب الرصيف. هذا الآن الوضع الحالي، يعني هذا الرصيف وفرق المنسوب بين الدكان أو المعرض ورصيف المشاة، اللوحات الإعلانية الخاصة بالمعارض. طيب، وأسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود لكي نصل إلى مدن إنسانية صديقة للجميع، وتحقق رؤية المملكة 2030. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. يعطيك العافية وفرحات على هذه المحاضرة. إذا تسمح لنا بس نأخذ مداخلات ومشاركات الأخوة والأخوات الحضور. طيب. طبعا المشاركات تكون إما بمداخلات صوتية أو بكتابة الأسئلة، وسيتم إن شاء الله طرحها على ضيفنا لهذا المساء. بروفيسور عبد المحسن فرحات، لك المايك، تفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورنا الفاضل. الله يكرمكم، تحية من فرحات لفرحات. شكرا يا سيدي. الله يكرمك. الله خير. وشكرا للإخوة في بوتقة، جزاكم الله خير. منتهى الأمانة محاضرة قيمة وقيمتها الكبيرة في الحلول العملية والأفق الواسع في نفس الوقت. يعني عادة ما هو عملي بيكون نارو، يعني بيكون ضيق الأفق، ما هو خيالي بيكون غير عملي، أو ما هو واسع الأفق بيكون غير عملي. هنا بالعكس، أنا شايف حلول عملية وواسعة الأفق في نفس الوقت. في يعني ثلاث أسئلة هي صغيرة بمنتهى الصراحة، لأن أنا متفق يعني تقريبا مع كل ما قلته يعني، وبندعو له بمنتهى الأمانة يعني. بس أنا لاحظت مثلا إن ما فيش كيل دي ساكس، إنه كله لوبس، حتى في الأطوال الصغيرة يعني، لأن المعتاد إن الأطوال الصغيرة ممكن كيل دي ساكس لما تطول تبقى لوب. فده السؤال الأول. السؤال الثاني، الميزونيت اللي فوق بعض، بمعنى فيلتين فوق بعض، أتفق معك تماما، ودعينا له، أنا كتبت فيه بمنتهى الأمانة يعني زمان، إنه من أكفأ أنواع الإسكان. بس أنا يعني كنا بنقترح إن الأرضي يبقى دور واحد والعلوي يبقى دورين، فدي برضو مطروحة للمناقشة. نمر الثلاثة، شبكة المشاة ممتازة ممتازة، وخاصة علاقتها بالمواصلات العامة اللي هي وعي جديد. يعني يجب بقى فعلا كل واحد في مشروعاته، في مشروعات الإسكان، يعي بيه. لكن مش عارف يعني، هو طبعا اقتصاديا لها توابعها. اللي أنا هقوله إنه لو من الكلاستر، لو من المجموعة السكنية
اللي هم الصفين العشر بيوت تقريبا مثلا او 12 بيت، لو الحارة السكنية تبتدي من هذا هيزود مسافة الخصوصية وهيخلي لعب الأطفال الصغار خصوصا اللي هم الأهم والأولى بالحماية قدام البيت أكثر، يعني لأن الآن المشاة هو في الخط في العصب الأساسي للحي لكن مش في الجروبس السكنية. هي مجرد تساؤلات وليس نقد، وأيد كل ما قمت به، وربنا يديك الصحة ويبارك فيك. شكرا. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل عبد المحسن، دكتور المحسن. بالنسبة للكولدساك، أنا أول ما بديت في تدريس من 40 سنة كنت يعني أشجع الطلاب على عمل الكولدساك، وبالفعل كثيرين من تخرجوا واشتغلوا في البلديات أنتجوا مشاريع. أنا شفت في القصيم، في المنطقة الشرقية، في المدينة المنورة، يعني مشاريع كثيرة فيها كولدساك. وأنا لما أعد تخطيط حي السفارات، إسكان حي السفارات A و B و C و E، وضعت فيها الكولدساك، لكن مو بالكولدساك اللي هو بمعنى المفتوح للمشاة، مغلق سويته بحيث أنه يكون أراضي شبه خاصة بحيث اللي يدخل فقط هم السكان. واحدة من مشاكل الكولدساك إنه إذا كان مفتوح للمشاة، مثل مشروع الإسكان اللي في الرياض، في شرق الرياض، جنوب شرق الرياض، فيه كلها كولدساك لكن مفتحة. جامعة الملك إسكان جامعة الملك سعود أيضا فيه كولدساك لكن مفتح، فكانوا يعانوا من أن يعني خلف العمائر يكون في منفذ بكل سهولة من كولدساك إلى كولدساك، يهربوا منه الحرامية ولا يصير فيه مشاكل. النقطة الثانية أيضاً اللي واجهتها أنه لسبب ما المسؤولين عن إعطاء الموافقات يمسكوا لك في الكولدساك، يقول لك أنه هذا يعني سيارات الحريق ما تقدر تعمل، بالذات إذا سويته هامر هيد. وأما مع أن أنا في أحد المشاريع يعني ناقشت مدة طويلة، أخذنا مدة طويلة، في الأخير رضخت أني أكبر الهامر هيد، مع أن أنا رجعت أشته وجدت أن المساحة اللي أنا كنت مسويها كافية، لكن يعني يعتمد على اللي بيراجع عليك، من هو اللي بيراجع، لأنك أنت في عندك سيارة القمامة، عندك سيارة الأوتوبيسات. يعني أنا حاولت أفهم كثير من الناس، أقول الأوتوبيسات الكبيرة ما تدخل داخل الكولدساك، هذه في أوتوبيسات صغيرة يسموها شات الباص، لكن فلذلك كان يعني الأوفر أنك تعملها يوتيرن وتنهي المشكلة. لكن أنا ما عرضت، أنا اللي عرضت عندكم هنا كل الأشياء اللي فيها صعوبة، يعني عرضت مشروع أوريدي مصمم في الجزائر وأخذت نفس المعطيات وأعدت تصميمه. مشروع البستان لمجموعة الزامل أخذت نفس المعطيات ونفس الأرض وفيها بنية تحتية يعني محددة أكثر وعملت له تعديل. وبالنسبة للمشروع الثالث اللي هو طبعا في الحي القائم، أنا طبعا عندي مشروع ممكن لو يصير فيه لقاء آخر أعطيكم مشروع فيه الكولدساك، يعني فيه تكوين الحارات الصغيرة ثم حارات أكبر، يعني زي ما صار عندنا تدرج هرمي في حركة السيارات، في تدرج هرمي لحركة المشاة، في تدرج هرمي لمستوى الكوميونيتيز المجموعات السكنية، يعني مجموعة سكنية إلى حارة إلى حي وهلما جرى، يعني في تدرج. لكن لضيق الوقت وعساس أنه ما أشتت أفكاركم ما جبت العمل هذا، يعني أجلته إلى محاضرة خاصة. أنا كان هدفي هو يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الآن عندنا مخططات معتمدة كثيرة في المملكة، يعني مئات المخططات المعتمدة ولم تنفذ بعد، فليش نخسر المبالغ؟ ليش ننفذ المشاريع ثم نروح نسوي لها أبغريد أو نسوي لها تأهيل؟ لا يا أخي، من الآن نستطيع، مدامها ما نفذت نستطيع أننا نعيد يعني تخطيط هذه المخططات زي ما أنا بيّنت وبكل سهولة. وايضا حتى المخططات المنفذ فيها البنيه التحتيه، انا وريتكم كيف، يعني طبعا ما توسعت فيه، نحن سوينا عمليه جراحيه، يعني نقلت بعض الخطوط، قفلت بعض الشوارع، نقلنا المحطات، لكنها بتكاليف ما هي باهظه.
وكان العائد عالي جدا يعني، والنتائج المرجوه هذه. بالنسبه النقطه الثانيه اللي هو وضع فيلتين فوق بعض، انا في السبعينات والثمانينات عندما كنت يعني في برا في الاسكان وحضرت مناقشات كثيره، توصلوا الى مرحله ان خلاص يلغوا العماير العاليه بعد ما طبعا ثبت عدم صلاحيتها، المشاكل الاجتماعيه الكثيره، ووجدوا ان الووك اب ابارتمنت هو افضل شيء، يعني يتكون من ثلاث ادوار، يعني يسكنوا في دور واحد ثلاث عوائل كلهم يعني حتى لو بمداخل منفصله، يعني كانت هذه يمكن افضل الحلول. وهذا انا اللي قدمته يعني حل سريع طبعا، ما كان على اساس انه يعني حل نهائي. انا وجدت لهم الامكانيه انه كيف ممكن الغاء يعني او تنفيذ في الواقع الكثافات العاليه بدون اللجوء للعمار. انت الان لو تسال اي مسؤول او اي مطور او تقول لنا، او لو جاتك في السياسات العامه او في الكريتيريا اوف ديزاين انه يعني ميك ذا دنسيتي هاي، ارفع الكثافه على طول، يعني اوتوماتيكيا الواحد يروح الى العمائر، وهذا غير صحيح. انا عشان كذا حبيت ابين لكم انه يعني قبل تلجؤوا للعمائر فكروا في حلول اخرى تعطيك نفس الكثافه. يعني انا وريتك للاسف يمكن ما جبت لكم ارقام الكثافات، الكثافات في المشروعين نفس الكثافه السكانيه. ف يعني نحتاج الى حلول ابداعيه وممتازه للسكان، يعني بدل ما تحشر 24 عائله في عماره بمدخل واحد ما يعرفوا من يدخل ومن طالع، تجيهم مشاكل صيانه المصعد والدرج والبلامينج والاطفال يلعبوا في الكوريدورات، يعني فيها مشاكل كثيره، واداره المجمع هنا تعطي لكل واحد بيته هو مسؤول عنه، اذا خرب يخرب بيته، اذا ما نظف بيته. لكن هنا العماره مشتركه، يعني انت ما تقدر تخلص من جارك، هذه الإشكالية. بالنسبة لشبكة المشاة طبعاً هو كل ما عملت شبكة رئيسية يكون أفضل وأقوى، بالنسبة بالذات الآن يعني اللي يشتغلوا في الليل من النساء والأطفال اللي يحب يلعبوا ويزوروا بدون ما يكونوا مع أهاليهم، يعني يصير الطفل يمشي في الشارع هو مطمئن أنه دائماً في ناس، يعني تحط عليه الدكاكين، تحط عليه المسجد، تحط عليه المدارس، كل الأنشطة يسر على هذا الممر، زي ما شفته في مشروع الجزائر. لو تلاحظوا الخط الأبيض كان يجمع جميع، أنا أحط لكم الصورة مرة ثانية، شوف يعني لو تلاحظ الخط الأبيض الآن، الخط الأبيض يجمع جميع الأنشطة والخدمات، يعني دائما الناس يمشوا في هذا الخط في هذا المسار. اوكي، فيعني انا ممكن في لقاء آخر ان شاء الله، يعني بس بعيد مو قريب، ممكن اعطيكم مشروع عملته فيه المجموعات الصغيرة، يعني كل سبعة بيوت حول اللي يسموها التوتلوت، ويصير في تدرج ايضا للحدائق، يعني في حدائق للاطفال من سن 3 سنوات الى 6 سنوات، وبعدين حدائق للاطفال الاكبر يقدروا يمشوا لمسافه ابعد، وبعدين حدائق للمراهقين واهلهم جرى. فحي السفارات يعني مثال مره ممتاز في هذا التدرج، واضح تشوفوه، لكن انا حبيت اجل الى وقت اخر. ان شاء الله اكون جاوبت على اسئلتك دكتور. شكرا لك دكتور عبد المحسن. عندنا مداخلة من المهندس علي الشعيبي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أبو محمد، الله يحييك. والله شكرا على هالعرض الرائع هذا يا أبو محمد، وجاء في وقته الآن، خاصة إن هو يتعرض لاستجابة للانتقاد اللي يحصل على أي أفكار أو نظريات تخص البدء من جديد. يعني معظم الناس يقول طيب خلاص إحنا في 8 مليون ساكن في الرياض في أحياء قائمة في جدة في كل مكان، يعني أصبحت يعني نسبة الأحياء القائمة مقارنة بالجديد
نسبة هائلة جداً، ولذلك أصبح الاهتمام بالقائم، وهذه ظاهرة عالمية الآن. فأنت ثريتنا عن حقيقة اليوم بأنه كيف يمكن أن ما لا يعني يدرك كله لا يترك جله، وبالإمكان رفع يعني تحسين البيئة العمرانية خاصة السكنية اللي هي في الواقع مهد المدينة. المدينة كأساس هذا هو المكان اللي السكان ينزلون فيه. والأمثلة الحقيقة رائعة، وأنا أعرف يعني شغلك في المخططات الجديدة والمبادئ اللي أنت تشتغل عليها. نعتقد أنه رغم أنه يعني في بعض الأعمال في نوع من التضحية أو الكومبرومايز بين الأفكار نقول الإفلاطونية اللي كانت أيام الجامعة، وبين العمل على الحصول على موافقة الناس بأقل يعني قدر من ضياع القيمة الإنسانية في الأحياء السكنية، وخاصة الحقيقة في مثال الجزائر. يعني احنا شفنا كيف انه الجهة الإدارية اتخذت المفهوم المعتاد اللي هو استخدام العماير والتخطيط اللي هو يعتمد على توزيع المباني من غير النظر إلى أنه هذا حي سكني وربط العلاقات الإنسانية في هذا المشروع. وليس هذا فقط، بيّنت لنا أنه في مودلز مختلفة الواحد ممكن لو كانت عماير أو أنها تحولت إلى مباني سكنية. وبالتأكيد طبعاً أنه يعني لو كنا مكان الجهة صاحبة القرار، فبالتأكيد إن إحنا راح نختار الحل الأخير بإعطاء الناس أراضي وإعطاهم رخص بناء، وربما بناء الجزء الأول إذا كانت الدولة يهمها أنها تظهر للشعب أنها قامت بأعمال مباني كثيرة. ما في شك أنه يعني إحنا كمهنيين أحيانا نعاني من الجهة التنظيمية أو بالأحرى الجهة التطبيقية للتنظيم في البلديات. في كثير من الحالات يعني التنظيمات هذه ليس لها أساس نظامي، وإنما هي اجتهادات لجان. يعني أنا الآن يعني مثل ما أنت استفسرت ليه هذا الشرط إنه هذا أصغر قطعة سكنية أو قطعة قابلة للتقسيم. أنا ما في منطق يعني ممكن يتقبل هذا الفكر ويتناقض مع الأهداف العامة للدولة. لكن في لجان اتخذت هذه القرارات، فهذه إشكالية عندنا في المملكة اللي هو التنظيم الثانوي بلجان. واللجان هذه يعني تحسن يعني نظر في تحسن الظن في أسبابها، لكن يعني المفروض أنه قابلة للتحدي، ولكن الصعوبة في أنه يعني كل مكتب أو كل معماري أو كل مخطط يشتغل لوحده يجد صعوبة في أنه يضيع يعني وقته ومجهوده على أساس يقنع في مشروع، بينما يعني ما فيه شروط يعني تحدد يعني المطلوب. يعني الآن مثلا عندنا تم اعتماد الكود البناء السعودي. الكود البناء السعودي الآن غطى على كثير من الاجتهادات اللي حاصلة الآن في البلديات، ومع كذا ما زالت
الأقسام الرخص تدير وتراجع المخططات على حسب الاجتهادات اللي عملت بواسطة اللجان، مع أنها في الواقع تعتبر يعني تعدت على كود البناء. أيضا الوزارة يعني وضعت أكثر من 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 دليل، أولها الدليل اللي أنتم عملتوا عليه في فترة سابقة، وأيضا البيئة عملوا دليل لتخطيط الحي السكني. مع الأسف إنه في عداء من بعض البلديات لهذا التطوير، فنجد إن إحنا في إشكالية في كيف إنه يعني تستطيع إنك أنت تقاوم الاجتهادات الفردية اللي تيجي في لجان المراجعات أو المهندسين. يعني على ما أتذكر مثلاً لما وضعنا كود التصميم العمراني للمنطقة المركزية وحي السفارات، مع الأسف المهندسين حي السفارات اللي في الرخص هم اللي يعني غيروا في التنظيمات من غير وعي لأنها يعني ألغت الفكرة الأساسية والجودة اللي مطلوبة في هذا الحل. فالحقيقة أنت تحفتنا اليوم بهذه الأمثلة اللي أنا أعتقد أنها أساسية في مراجعة الأوضاع الأحياء القائمة، ليس فقط في الرياض وليس فقط على مستوى المملكة وعلى المستوى العالمي. الإشكالية هذه يعني مش إشكالية إنسانية، موجودة في كل مكان. بس أنا كان الحقيقة عندي استفسار إنه مثل يعني هذه المحاولات، هل يعني واجهت أنت صعوبة في أنك تنقلها إلى مستوى أعلى؟ يعني كمثال تنظيمات استخدامات الأراضي، يعني نجاح الممر المشاة اللي الآن موجود في الشاشة بيعتمد بشكل كبير على أنه هو يكون فيه خدمات الحي المطلوبة من المحلات التجارية، كوفي شوبس إلى آخره من هنا. هذه هي اللي بتخلي الناس تستخدم المكان هذا، لكن ما زالت التخطيط يقول لك هذا شارع سكني وهذا شارع تجاري. فهذا سؤالي الحقيقة لك يا أستاذنا القدير. شكرا يا أبو محمد. طبعا أنت أستاذي قبل كل شيء، أنا لما كنت في سنة خامسة أنت كنت محاضر ودرستني التخطيط. على كل حال بالنسبة لي الاستفسار حقك، طبعا أنا واجهت صعوبة كثيرة، مثلا زي المخطط هذا كنت أتمنى لو مكان عند كل مسجد وفي كل ساحة في دكان زي ميد. يعني أنا حتى أذكر أحد المسؤولين الكبار يوم قلت أنا في الشارع حق الجامعة حق المشاة، قلت ليش ما نغير، مدير الجامعة جانا في الكلية وقلت له ليش ما تفعله أنه يعني يطلع في نشاط تجاري بدل ما هو كله طالع على طريق الملك عبد الله، يا أخي نجيبهم ونحطهم في شارع المشاة الرئيسي حق الجامعة السباين الرئيسي. فقال لي يعني تبغى هذول حقين من المغاسل انها تطلع؟ قلت اي نعم. قلت له انتركتنتل عنده مغسله، احنا ممكن يفتح دكان صغير باسم الانتركتنتل ويطلع ناس اشياء زي ميد زي جرير ماكدونالد اشياء زي كذا تطلع للسباين يحيي هذا، بدل ما كل، قلت له شارع الملك عبد الله كل الخدمات اللي فيه لخدمه الجامعه، ليش انا ما يعني احاول اجذبهم يصير في دخل الجامعه أجر المحلات وزي كذا. هنا في المشروع أيضا هذا لو يعني سمحوا لنا أسوي دكان أو بقالة زي ميد يتجمعوا فيه الأطفال والناس اللي يجوا يصلوا هم طالعين يعني يأخذوا معهم الخبز والحليب وأشياء زي كذا.
أنا نجحت في الخبر يعني في مدينة الدمام جزاهم الله خير، عملت مخطط حوالي 3.25 مليون اسمه كان جوهرة الشرق. طبعا كان المشروع محاط بشوارع 60، لحسن الحظ ما أدري ليش ما عندهم التنظيم أنه لابد أن التجاري يكون على هذا، فسامحوا لي عند كل مسجد أعمل يعني نشاط تجاري، خصصت له مساحة 20-30 ظهر أو 20-20 بحيث أنه يصير زي الوقف. والمشروع بعدين توقف، أشتري من قبل مطور آخر وصار له قضية في جدة كذا وتوقف المشروع إلى الآن، ويبدو الآن يعني أشترتها الدولة والظاهر قاعد يطور فيه، أنا ما عندي خلفية كبيرة عنه، لكن بالفعل يعني لابد يصير فيه تطوير الآن. أنت الآن قاعد تدعو إلى الوكابلتي، تدعو إلى الأنسنة، لازم تغير التنظيمات. يعني من الأشياء اللي عانيت أنا في آخر مشروع عملته يعني من مدة، يعني عملته في المدينة المنورة، أمير المدينة الله يحفظه صاحب سمو الملك الأمير فيصل سوى ندوة قبل سنتين لأنسنة المدينة، ندوة عالمية. فأنا عملت يعني المشروع هذا كان مخطط من قبل، وبعدين أعيد تخطيطه بوسطي، عدت وعملت فيه فكرة الأنسنة والميكس يوز ديفلوبمنت والوكابلتي إلى آخره. لكن وجدت أن تنظيمات هندسة الطرق لا تزال مسيطرة، يعني مهندسي الطرق لا يزالوا مسيطرين، يعني الكيرفات يبغوها على ستاندر أشتو، قلت لهم هذه أربن. الآن العالم كله بدأ يغير، الأوروبيين وزي كذا بدأوا يغيروا يعني الرادي حق الكيرف، هذيك عملت للسبربز الأمريكية اللي كلها سيارات، يعني هنا لازم نغير. فلا بد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات تنتبه للنقطة هذه. إذا أنت تبغى مخططاتك تطلع فيها أنسنة وفيها الأولوية الإنسان، خلاص المعايير القديمة اللي عملت بواسطة مهندسية الطرق وزي كذا لازم تخفف الآن، لازم تراجع ويعطى الأولوية للمشاة وظهور الميكس يوز. يعني نحن سوينا حديقة داخلية وحطينا في الأدوار الأرضية كل الأنشطة المحلات وكذا، فأذكر يعني أحد المسؤولين اعترض أنه قال هذه كثيرة جدا، فرحت جبت له إحصاء لحي من أحياء الرياض في نفس عدد السكان، وجدت فيه 100 ضعف. يعني أنا لو حطيت 20 محل طلع أنه في أكثر من 5,000 إلى 10,000 محل في يعني نفس عدد السكان. يعني أنشطة كثيرة لا يخطر على بالك، أنت ما تقدر تحدد الأنشطة التجارية وبعدين تعمل على زيادة الأجار لأن العرض فيه قليل، لازم تكثر العرض، يعني تخلي تخطيطك ومعطياتك بالنسبة للنواحي التجارية يخضع للعرض والطلب، بحيث أنه كل ما ينمو السكان ويتغير اتجاهاتهم زي ما حصل الآن، تحصل الآن حتجيك موجة لتصليح السياكل، حيصير في انتشار لركوب السياكل. طيب الدكاكين خلاص اتعبت، من فين تجيب؟ صحيح واحد يقول يمكن يتغير الدكان، نشاط الدكان من كذا إلى كذا، لكن نحن أحياءنا الحالية هي mixed use development، كل شوارع 30 و36 تجارية، يعني ما هي زي ما خطط للجبيل مثلا في حي الفناتير. حي الفناتير كان حي كذا وفي وسطه مركز في 4 دكاكين، فكل السكان حي الجبيل يروحوا للجبيل القديمة، في أكثر من 2000 دكان هناك يصير يشتروا كذا. فيعني الواز لازم يكون في وعي الآن، إذا أنت تبغى تغير مفهوم التخطيط تغير معاه جميع الآليات والسياسات اللي معاه، وإلا يعني لا تزال التنظيمات تحاصرك من جميع الجهات، ما فمعناه حتقدم تنازلات كثيرة جدا. على كل حال نحن استطعنا، يعني لو تلاحظ المشروع اللي أمامكم يعني من المشاريع الجيدة الآن والحمد لله، يعني كثيرين اللي ساكنوا فيه وكذا يعني مستانسين، وصار عندهم أيضا ممشى داخلي بطول كيلو يمشوا فيه ما يضطروا يطلعوا برا، الحركة صارت أقل ما يمكن، ما في تلوث، ما في إزعاج، مجال السكيورتي ارتفع، يعني في أشياء كثيرة. بالنسبة لي الكل ساك، يعني أنا عانيت من الأشياء أن
يعني رئيس بلدية عنيزة جزاه الله خير من حوالي 10 سنوات 15 سنة عملت مشروع هناك، كل المخططات اللي هم يعتمدوها كولدساك، فأنا كنت المخطط اللي مقدمه ومسوي فيه لوب، فأعترض علي وقلت له شوف يا باشمهندس أنا أدرس وأنظر للكولدساك لكن رجاءً أسمح لي لهذا المشروع نخليه لوب على أساس أنه لأنه صار فيه معطيات كثيرة يعني دخلت في هذا، فالحمد لله وافق في الأخير. وما في شك أنه يعني التنوع في التخطيط يرجع إلى يعني المصمم وعلى مدى تقبل الناس. يعني أنا من أسبوعين عرضت أحد المشاريع لبعض الديفلوبر أسمعهم يتناقشوا، يعني في بعضهم يقول لا ممكن الكولدساك يكون كويس، وبعضهم يقول لا والله يمكن ما هو كويس. يعني أنا نحتاج إلى زيادة الوعي في هذا المجال، والحمد لله يعني أنا زي ما كلمت أخوي فهد في أول قبل اللقاء، يعني قلت له لحسن حظ أنه الآن في وعي مجتمعي كبير جدا، يعني الناس تبحث الآن عن المخططات الجميلة يعني اللي فيها أنسنة وفيها جودة حياة وزي كذا، يعني في تنافس. أنا أعتقد المخططات القديمة عفى عليها الزمن، يعني لو في مخططين جنب بعض مخطط فيه المعايير هذه أنا أشوف أنه حيزيد عليه الإقبال وحيرتفع السعر. شكرا يا أبو محمد. إلا إن كان تسمح لي ويسمحوا لي الأخوان بني أرجع للموضوع. أنا أتذكر في الرياض قبل يعني اعتماد مخطط دوكسيادس وظهور فكرة أنه هذا شارع سكني وهذا شارع تجاري، حتى أنا ماني متأكد إذا كان دوكسيادس وضع التنظيم الدقيق اللي الآن يعمل فيه، أنه حتى في الرياض ما كان فيه. لا يا محمد هذا مو من دوكسيادس، هذا من أمانة مدينة الرياض، تقسيم الأنشطة وربطها بالشوارع هذا طبعا نتج من مخطط العريجة اللي كان اسمه الدخل المحدود، كان لما عمل المخطط على عجالة ووضعوه على النظام الأمريكي، يعني سبربز وفي وسطه فيه منطقة تجارية، وتأخر التجاري طبعا صار فيه سبكوليشن لأنها منحت للمواطنين، واللي جاته منحة قطعة تجارية ما بنى فيها، يبغى الناس تبني بالكامل وبعدين هو يبني، أو أنها تباع من واحد لواحد. فالمواطنين انزعجوا ورفعوا المقام السامي أنه والله المنطقة كبيرة ولا فيها تجاري، فصدر بعد كذا تنظيم من أمانة مدينة الرياض أن الشوارع 20 وفوق يسمح فيها تجاري. فذلك لو اللي يعمل دراسة الآن على حي العريجة يجد أن يعني البيوت اللي تقع على الشوارع 30 كانت سكنية وراحوا حولوا أجزاء منها الآن إلى دكاكين وشازي كذا. يعني هذه حالة دراسية جيدة لأي واحد يبغى يسوي رسالة ماجستير أو دكتوراه، هي ممكن يناقش النقطة هذه. لكن لو رجعنا إحنا إلى تراثنا، إنه اللي بيحدد طبيعة الاستخدام مو داعي لإنه يدخل عليها كمكان محدد بقدر ما هي اشتراطات لعدم الإساءة للجار أو الإساءة للمجتمع. فبالتالي يعني ليس هناك داعي إلى أننا نحدد إنه هذا مكان تجاري أو غير تجاري. اللي حاصل الآن مثلا زي حركة النيو أربانيزم، يعني في الواقع هم أخذوا تنظيماتنا التراثية والتقليدية ووضعوها كتنظيمات. الآن أصبح كثير من مدن في أمريكا ألغت نظام السنجل لوت زوني، ألغي تماما حتى وهو قائم اللي هم ابتكروه. الشيء الثاني اللي هو الميكست يوز على مستوى الحي، ميكست يوز على مستوى البلوك، ميكست يوز على مستوى المبنى. ف يعني حيوية المكان انك انت تعطي تفاعل. انا ما احدد انه هذا لازم يحط دكان، اذا في ماركت له يطلع دكان، ما له ماركت ما يطلع دكان. صحيح. والتعديلات اللي حصلت على شوارع الثلاثين في الرياض اللي كانوا من اول حاطين انه اي شيء 30 انه يجول تجاري، بنت الناس دكاكين وما حد بالذات حي النزهه في الرياض. حي النزهه شوارع الثلاثين فيها كثيره وناس حطوا دكاكين ولا جاء احد يستاجر، رجعوا قفلوها حولوها الى شقق سكنيه. فال
لابد من وجود حاجة لظهور الاستعمال. وزي ما ذكرت أنت بالنسبة للعريجة أيضا في جدة نفس الشيء، اللي لما حطوا مراكز تجارية وما انبنت ضرر السكان اللي بنوا، مو مسموح لهم أن يكون في عندهم محلات تجارية، وكانوا يمشون على 4 أو 5 كيلو علشان يأخذ خبز ولا يأخذ كذا. فنقصد يعني أنه آن الأوان أن احنا يعني يكون تنظيماتنا منطقية، ويجب أن نحاكم الجهات اللي تعمل بمبدأ الفوقية من خلال تعاميم. المفروض أن اللي يضع التنظيمات هو الوزارة وليس البلديات. فهذا اللي كان أنا أقصده، يعني أن احنا بحاجة إلى احنا يعني نغير في إجراءات الاعتماد وإجراءات تحديد الاستخدامات بما يخدم المجتمع، مثل ما وضحت لنا في هذا اللقاء. كلامك صحيح، يعني لما انتشرت المحلات في داخل الأحياء، وحسب ما سمعت من سمو الأمير عبد العزيز لما كان أمين الرياض، هو سدعانا نعمل على التنظيم، التنظيمات الجديدة اللي يسموها المطورة، بحيث ان نخلي التنظيمات بشكل مرن ونخليها يعني قابل للعرض والطلب. يعني انت عندك قطعة ارض على شارع 30، انت بتحسبها صح، هل افضل انها تبقيها كنشاط تجاري او انك نحفزك لإلغاء الكثرة هذه، يعني نعطيك دورين زيادة. هو في الواقع احنا رفعنا الـ FAR معامل البناء، يعني كان معامل البناء 1.23 اعطيناه 2.3 تقريبا الدبل. فنقول له اذا انت تحب يعني تتخلى عن تجاري في هذه المنطقه حنعطيك زياده ادوار سكنيه. طبعا الشرط هذا يخضع للعرض والطلب، مثلا زي عندنا في الروضه مثلا او في حي الريان شارع رئيسي زي شارع الحسن بن علي، هذا لو تعطيه 10 أدوار ما يحول لك، ما يتخلى عنه، مثلا الدبلوماسي ولا حق الشوكولاته هذا ما يتخلى، لان الدخل اللي يجيله من المبيعات اعلى بكثير من هذا. فيبقى الشارع تجاري. لكن زي ما تفضلت، في شارع في الروضه، في داخل الروضه شارع 30 ميت، اوكي. كان انا اذكر كانوا يستاجروه بعض السكان ما عندهم أماكن للسواقين، إنهم اجتمعوا 5-6 سواقين ويأخذوا لهم دكان وفي حمام، فيتحول إلى سكن العمالة. طبعا هذا ما كلها من الأشياء اللي يعني تؤثر على جودة الحياة في البيئة السكنية. زين، أنا كنت تكلمت عن سكن السواقين. إحنا عندنا في المملكة بشكل كبير عندنا إشكالية سكن العزاب، ما أدري يعني إيش رأيك في هالموضوع هذا؟ والله هذا موضوع يعني له دواعي اجتماعية، يعني لازم أنه ينظر له بشكل إجمالي، يعني زي سكان الفقراء. يعني ما هو بالمفروض أنك تطلع جيتوز، يعني بؤر سكنية تقول هذا للفقراء، كيف؟ يعني أنا في حي السفرات لما استدعاني الدكتور محمد علي الشيخ بناء على توصيتك يا ابو محمد اشتغلت مستشار لهم، ثم جاءت الفرصه ان عدلت هذا. لما طلعت الماستر بلان، كان الماستر بلان كتب بطريقه ممتازه جدا، يبغى تنوع في الكثافات السكنيه وترابط اجتماعي، ولا يوجد تفرقه بين الغني والفقير واشياء زي كذا. لكن لما جيت على المخطط وجدت انه مسوي زون هاي دنسيتي، لو دنسيتي، ميديوم دنسيتي، معناه اوتوماتيكيا المصمم العمراني يحط لك هنا عماير وهنا يعني حسوي لك تفرقة. فأعدتنا التخطيط، وكان عندنا كوليكتر رئيسي، فوضعت كل العماير الهاي دينستي على الكوليكتر، بحيث لو أخذنا قطاع في الحي الواحد نجد في تدرج في هذه، يعني مناطق الكثافة السكانية العالية تتجمع حول الكوليكترز، ثم كل ما تدخل إلى داخل شوارع الخدمة تقل الكثافة، فبالتالي الأطفال يتجانسوا ويلعبوا مع بعض في الكولدساك وفي الساحات، فيصير في تداخل اجتماعي
يعني وهذا المفروض يصير، لكن للأسف الآن لما تشوف أول ما واحد يجي يخطط على طول يمسك الألوان هذه يسوي يقول لك هاي دنسيتي لو دنسيتي ميديم دنسيتي. ليش التقسيم هذا بالدنسيتي؟ هذا تقسيم اجتماعي في الواقع، يعني تقسيم مؤدب انك تقول هذا اللي لو انكم ميديم انكم وهاي انكم. فيعني المفروض ان زي ما تفضلت ان نرجع الى اصولنا ونمشي على نفس المفاهيم. يعني حتى في التنظيمات لو تلاحظ زي ما قال كتب الدكتور صالح عذرول في رسالته يقول ان التشريع في العمران او في الفقه الاسلامي يقول لك ايش الاشياء اللي انت ما تسويها، مو ايش الاشياء اللي تسويها. الان كل التنظيمات يقول لك انت سوي كذا، ابني كذا، ابني بالطريقه. ليش يا اخي تحدني على تقتل الابداع؟ انت قول لي ايش اللي مزعجك، ايش اللي ما تبغاه في المدينه، ما تبغى كذا اكتب قول ما ابغى كذا. انا مثلا في حي السفارات انا قلت ما ابغى احد يطالع على جيرانه، كتبت التنظيم بكل صراحه لا يسمح بالنظر الى الجيران، ما قلت لهم كيف انت والمعماري حقك تحل المشكله هذه، لا ما تفتح اي نافذه، اذا عندك درج يؤدي الى السطح معناه لازم الذروه حق السطح تكون بارتفاع 1.80 متر، اذا عندك بلكونه لازم ارتفاع ذروه او ستره البلكونه تكون 1.80 متر. انا ما اقول لك كيف تصمم، انا اقول لك ايش الاشياء اللي ما نبغاها، اما الاشياء اللي نبغاها كثيره جدا تعتمد عليك. فيصير في استمرار للابداع ولاستخدام المواد الحديثه والتقنيات الجديده، اذا كان في اختراعات جديده او معماريين من الجيل الجديد عندهم تطلعات جديده يطبقوها. لكن انت لما تقول للناس ابنوا بهذه الطريقه وتحط تنظيمات فانت تقتل الابداع، تطلع كل المباني زي بعض، كل الحارات زي بعض. ف يعني هذه احد الاشياء اللي يبغى لنا يعني ننظر لها بجديه. شكرا يا محمد. شكرا لك مهندس علي الشعيبي على هذا المداخلة. إذا سمح دكتور فرحات، بس أنا كان عندي تعليق على أول نقطة أثارها المهندس علي بالنسبة للترخيص للأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية. أنا أذكر كان في محاضرة رتبنا لها السنة الماضية تحديدا في 16 سبتمبر 2020، استضفنا المعمار القدير محمد الشايع على مسجد كان في موجود في أحد أحياء الرياض يطلق عليه مسجد معمور. مسجد معمور عملوا فيها تجربة جدا ناجحة ويعني مثيرة صراحة للدراسة بتصميم مسجد بنفس الوقت هو مركز للحي وبنفس الوقت فيه خدمات ضرورية لأهل الحي. كان فيها تموينات صغيرة وصيدلية وكذلك جهاز صراف آلي. ريع هذه المحلات التجارية كانت وقفية للمسجد، فعملت كاستدامة لهذه المساجد أنها يعني تصرف عليها من ناحية الصيانة والتشغيل وخلافه. فأنا أدعوكم صراحة لمشاهدة الحلقة، هي مسجلة وموجودة إن شاء الله في قناة بوتق اليوتيوب، بإمكانكم الاطلاع عليها، وهي تجربة صراحة ثرية تستحق دراستها. أي هو في الواقع أنا يعني كنت أدعو إلى الشيء هذا من زمان، يعني من 40 سنة في تدريس الإسكان، إنه لأنه نفك الارتباط بين عرض الشارع والهذا. يعني حتى لما أنا جوني بعض الأخوة الأفاضل لكي أصمم لهم مسجد الشيخ محمد عبد الوهاب في النسيم جنب المقبرة، اقترحت عليهم هذا الوقف، إنه لابد يكون فيه وقف هناك يساعد، لأن الشارع 40 أو 60. أنا أتكلم الشوارع الداخلية زي الصور اللي أمامك، هذه شوارع 15 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح فيها تجاري، فيطلع تجاري خارج الحي. يعني يصير عندي تناقض الآن، أنا أبغى الناس يمشوا في الشارع هذا حق المشاة، وإذا جو عند المسجد يحصل لهم بقالة، يقدر يشتري له بيبسي، يشتري له عصير، العيال يجتمعوا يأكلوا سندويتش من ميد، أشياء زي كذا. ما نقدر، لأن التنظيم إلى الآن يقول لابد يكون شارع 30. يعني أنا ما وجدت له أي منطق، وتتبعت في جميع يعني أنظمة العالم، ما في نظام في العالم يربط عرض الشارع بالتجاري. هذا سار لمشروع معين يعني من في بداية الثمانينات لحل مشكلة العريجة، وانتشر للأسف بعد كذا، يعني أتبنوه الوزارة وسار إلزامي لكل
انه لابد انه تطلع في شرع 30 فما فوق. ليش؟ يعني نحن نشوف في شوارع في العالم الغربي شارع 10، يعني في باريس لو تدخل المنطقه القديمه شوارع 10 متر، يلا السياره وان واي تمشي فيها، فيها دكاكين ومحلات تخدم المجموعه السكنيه. لكن هنا مثلا في الحي هذا اللي امامك، اذا واحد يبغى يشتري له حاجه يطلع للشارع الرئيسي، يطلع الشارع الشمالي هذا ال 36 او الشارع ال 40 او ال 60 الجنوبي. يعني مع انه جيد، يعني انا عشان كذا حطيت نهايه الشارع حق المشاه بحيث انه يصل الى الدكاكين، بحيث لو واحد في اي منطقه يقدر يمشي بعربيته يروح الى الدكاكين في الاركان. لذلك بس ابو محمد حبيت انوه بس انه مسجد معمور ترى على على شارع 15، لذلك انا اقول لذلك انا اقول لك هذه تجربه تستحق. يعني يعني هذا معمول من زمان؟ لا تنفذ تقريبا من 4 سنوات. اي نعم، ممكن تكتبونها او تدورونها في جوجل مابس. طيب. مسجد نعم. معمور. طيب اذا تسمح لنا ناخذ مداخلات اخرى، في احد باسم نعم. اسم ايفون، اذا تقدر تعرف بنفسك تفضل. السلام عليكم، مساء الخير للجميع. ندى الحربي معاكم. انا والله عندي يا دكتور 3 تساؤلات. اول شيء طبعا مسي عليك بالخير وعلى اساتذتنا اللي معانا وكذلك الزملاء. الافكار اللي انت قاعد تطرحها الان يا دكتور، ايش علاقتها خلينا نقول بالموجه الجديده حقه الايربان كود او الكود العمراني؟ هذا أي كود عمراني الآن؟ أنت عارف الآن خلاص صار أي مشروع تبي تسويه صار لنا يمكن سنتين نسمع بهالموضوع، لازم يكون في إيربان كود لكل شغلة، يعني على مستوى الاستراتيجيك، على مستوى اللوكال بلان، على مستوى الماستر بلان، الآن نزلوا على مستوى الدستريك والسبرز وعلى مستويات أقل وأقل يبغون يوصلون إلى الكود عمراني، يكون واضح لأي عملية تطويرية لأي زون في المدينة لأي أكشن إيريا على قولتهم. فهذا الآن متبنيته، يعني لو تشوف أغلب مشاريع الهيئات التطويرية، أغلب مشاريع الوزارة، هبت تشوف الكود العمراني الحين متسيد وأخذ الشو بشكل أكبر. فمن التجربة اللي أنت قاعد تعيد فيها تقييم الأحياء، إيش كيف نربط هذه الأفكار مع الأفكار اللي أنت طرحتها يا دكتور؟ النقطة الثانية ما أدري هل توافقني ولا تعارضني فيها، أنت بديت تتكلم عن إنه ليش ما نعيد تأهيل بعض الأحياء أو تعيير، هل عندك اقتراحات مثلاً البرنامج معين تتبناه مثلاً وزارة الإسكان أو قصدي وزارة البلديات والإسكان يكونون هناك يعني مؤسسة أو دعم للملاك على الأقل ل يعني إعادة إحياء مساكنهم أو إعادة ترتيب على الأقل لو الواجهات للحي عشان يكون متناسق؟ وهذا يربط برضه، أرجع أقول لك أربطه بالكود العمراني، لأن الكود العمراني ينزل التفاصيل زي هذه. التقنيات الجديدة مثل الدارك ستور مثلاً اللي الآن قاعدين يفكرون يسوونه وسط الأحياء، إيش علاقته بالأفكار اللي أنت طرحتها يا دكتور؟ النقطة الثانية أو الأخيرة أو قبل الأخيرة خلينا نقول، الأسعار اللي الآن صارت تتسيدها بعض الأحياء، سواء طبعاً خلينا نقول الجديدة لكنها تتميز بكوميونيتي جيت مثلاً، خلينا نقول مشارف هيلز مثلاً، يعني الأسعار الأمتار هناك وهي بعيدة عن المدينة وصلت الأربعة ونص الخمسة، هذا في الرياض طبعا. وكذلك لهم في مشاريع ثانية لهم الظاهرة على في الدمام وجدة نفس الأسعار وصلت، مع أنه ما في أي ميزة ثانية لأنها كوميونيتي جيت بس، فالأسعار مبالغ فيها من وجهة نظر السوق أو المناطق المحيطة فيها، يعني من خارج الجيت نص السعر تلقاه في سعر الأرض. فما أدري هل في حلول لها معينة. النقطة الأخيرة أنا صراحة هي يعني للإخوان في بوتق الله يجزاهم بالخير، أنا ودي هذا اللقاءات اللي زي كذا يكونوا يعرفون عنها الغير مختص،
يكون في دعايه لها بشكل اكبر، حتى لو على الاعلام القديم. مش احنا قاعدين نتكلم بالاعلام الجديد، ليش الاعلام القديم ما يكون له نصيب؟ يعني بعض القنوات تكون مثلا متداخلين معاها، واحده من يكون مثلا تسجيل فيها لها برومو شيء يعرض، انه والله يا ناس ترى في ناس قاعده تفكر معاكم على مشاريع، على احياءكم السكنيه، على بياتكم العمرانيه، وقاعدين يطرحون افكار. اسمعوا، لانه بعض مرات صوتنا احنا ما يوصل قد ما يوصل صوت يعني خلينا نقول اليوزر. فبس هذه النقاط اللي حبيت اشارك فيها دكتور، واحب اسمع رايك. والله شكرا لاقتراحك. طيب شكرا ابو اصيل. انا ابدا معك من اخر تساؤل. انت ابو اصيل كاتب قدير، وانت صوتنا في الاعلام لغير المختصين، فالله يعينك، هذا يعني حيكون عليك عبء. زي ما تفضلت طبعا يعني ليش الكوميونيتي جيت هذه المشاريع ارتفعت اسعارها؟ لان صار عليها طلب، في وعي، وهذا دور يعني المجتمع الأكاديمي وناس مثالك في توعية المجتمع بفوائد يعني تطوير الأحياء السكنية. يعني مثلا أنا خططت مشروع الخالدية في حي الواحة لمجموعة البطان، كان متوقع أن الأسعار تباع ب 700 ريال للمتر، بيعت في النهاية إلى 3000. الآن أنا من كم يوم يقال لي أنه وصلت حوالي بعض القطع على 4000 ريال للمتر. فطبعاً كل ما كان في جودة في الحي يرتفع سعره، يعني زي العرض والطلب. الناس يعني صار عندها وعي، الآن الناس تدور على المناطق اللي فيها أمن لأطفالهم. يعني أنا أذكر لما كنت صغير كنت كل وقت في الشارع، نلعب في الشارع بكل أمن وكذا. الآن طبعاً العوائل ما قدر يطلع أولادهم برا الشارع عشان يلعبوا، يخافوا يعني من لأن الأحياء مفتوحة، كل من هب دب يدخلها. زي مشاريع الإسكان اللي في أمريكا ليش هدمت ووقفت؟ لأن كل من يجي اللي يبيع المخدرات يدخل على هذا ويبيع، والأطفال يكونوا تحت، الأهالي ينزعجوا لأن الشقق صغيرة، والأطفال يبغى يلعبوا وأهاليهم يطردوهم برا الشقة، يلعبوا في الكوريدور، يطلع الجار يضربهم، ينزلوا تحت يلعبوا في الشارع. طبعا إذا نزلوا الشارع خلاص ما عليهم رقابة من أهاليهم ولا من أحد، وهذول يعني السيئين يعرفوا الشيء هذا، فيجي يتصيدوا الأطفال والآخرين من الساحات هذه. فلذلك هدمت كثير من مشاريع الإسكان في أمريكا، واتجهوا إلى يعني الى حلول زي ما انا ذكرت للدكتور عبد المحسن، يعني الوكب ابارتمنتس، ويعني الكلوزد كوميونيتي. كلوز كوميونيتي مو جيتد، يعني ما هذه حاربوها، ويمكن الدكتور يوسف يمكن درس الاسكان وكان يتطرق للاشياء هذه في الكوميونيتي، يعني المغلق اللي لها بوابات، لان يحصل فيها في الداخل اشياء يعني الدوله يمكن ما تقدر تتحكم فيها. فأنت ممكن تعمل يعني أحياء سكنية زي ما وريتك أنا في الشاشة، أنا في مدخلين، يعني تقدر تتعرف على الغرباء، تقدر تسوي بوابات يعني informal، ممكن يعني تقدر تمشي دورية السكان يدفعوا تكاليفها، يعني في أشياء زي كذا. بالنسبة لسؤالك يعني كيف نعيد تأهيل البيوت كذا، طبعاً نحن لما أهلنا شارع الأمير سلطان ارتفعت الأسعار، ارتفعت أسعار هذا، والناس بدوا هم يغيروا. يعني لما شافوا البيئة العمرانية تحسنت، كثير من الناس من أصحاب الأراضي أو العمائر يا أعاد الكلادينج، سوى كلادينج جديدة، أو هدم القطع المبنى وبنى من جديد، فتحسن الشارع. نفس شيء شارع التحلية، يعني كل الشوارع اللي عمل لها تطوير، أصحاب القطع إلا على الشارع حسوا بالفرق، فأدى إلى إقبال أكثر، وبالتالي تغيرت الأنشطة إلى أشياء أفضل. فأنت ما تقدر إلا بهالطريقة هذه، يعني أنت كمدينة أو كمسؤول لازم تسوي استثمار، يعني تسوي investment، ويقوموا المستفيدين يعني يتبعوك ويحسنوا بالتالي، لأنك ما تقدر تحسن كل المدينة،
لكن تحمل جزء كبير. في الدول الغربية يأخذوا على هذا التحسين مقابل، يعني أنت الآن تصرف خلينا نقول 10 مليون، يعني أنا أذكر التكاليف اللي حصل في شارع الأمير سلطان ما تجاوز عدة ملايين. يعني برا لو وضعوا رسوم على أصحاب المحلات اللي تطلع على هذا يغطوا فيها التكاليف، لكن هذه الأيام كانت يعني مبكرة جدا إن الأمانة تضع رسوم وشيء زي كذا، فقرر الأمين جزاه الله خير إنه تتحمل الأمانة وتقدم هذا النموذج للناس للمدينة وبعدين يعمم. هذا هو يعني المفروض إنه يصير. بالنسبة ل يعني زي ما أنت قلت ليش الأسعار ترتفع؟ ترتفع لأن الناس تدفع، الناس يعني ما هم أغبياء يدفعوا مقابل شيء، يعني يا مقابل سكيورتي يا مقابل منفعة وجود حدائق وزي كذا، وهذا سبب ارتفاع الأراضي. يعني سبب ارتفاع الأراضي إن الناس تجد من يعني مقابل هذا الشيء. زي أنت لما تشتري سيارة أكيد ما تدفع سيارة 200,000 إلا مقابل شيء، يا فيها رفاهية يا فيها أشياء كذا، عارف كيف؟ يعني مو معقول تدفع سيارة قيمتها في السوق 70,000 ريال تدفع فيها 200، ما تدفع إلا إذا كان ما عاد فيه سيارات فتضطر. لكن الآن الحمد لله العرض كثير. للأسف يعني التطوير العقاري عند المطورين لا زالوا يمشوا بالتفكير القديم. يعني هذا زي ما أنت تفضلت قلت أنه يعني مخطط عادي فقط، أنه عمل له جيتد، عمل له يعني سور وزي كذا ارتفع سعره، حقق مطلب من المطالب. لكن لو حقق جميع المطالب أكيد بترتفع الأسعار على المدى الطويل. فيعني عشان كذا أنا اخترت الثلاث الأوجه هذه اللي ممكن عن طريقها نحسن البيئة العمرانية عندنا، عرفت كيف؟ يعني أخذت حي قائم، كيف تستطيع تعدل هذا المثال؟ يعني حي نحن سويناه، أو تأخذ مخطط أوريدي معمول فيه البنية التحتية لكنه ما تم البيع فيه، مع ذلك هذا تستطيع. طبعا الدولة حتستفيد مبالغ كبيرة جدا من تنفيذ البنية التحتية، معنا الآن حملت على المطور وبالتالي على المواطن، لكن يعني لا يزال المنفعة تأتي يعني للحكومات بشكل كبير جدا من التعديلات هذه والتحسين، ويعني اتخاذ الدولة أنها تحول مدننا إلى مدن قابلة للعيش بحيث أن تدخلها ضمن مصاف يعني الدول ضمن قائمة 100 أفضل مدينة، يعني ما هو إلا يعني السير في هذا الاتجاه. يعني إن لأن يعني أنت تستفيد، أنت كدولة تستفيد عندما تكون المدينة آمنة وصحية. يعني كل ما كان، يعني أعطيك مثال، من اعتماد الناس على السيارة وقلة الحركة نخسر سنويا نحن حوالي 80 مليار ريال لعلاج السكر اللي يصيب الناس، يعني 10 مليار دايركت كوست للأطباء والأدوية، والسبعين الثانية للبعيد عنكم عملية البتر وأمراض القلب وهذه اللي تجي من المضاعفات. فأنت إذا حسنت البيئة ما في شك حيصير في مردود كبير على الدولة. فأرجو أن يكون جاوبت على الأسئلة. باقي موضوع الكود يا أي الـ 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 الكود. أنا والله يعني صدمت أن أنا ما شفت الكود بشكل موسع مرة، لكن أنا يعني زي ما تناقلته في الجرائد وفي الميديا، يعني هو يقول لنا زي ما أنا قلت لك، يقول لنا كيف نبني. هو المفروض أن الكود يعني يمشي مع الروح الإبداعية المستدامة، أنك تقول للناس إيش اللي ما يبني، يعني أنت تخاف من إيش، إيش اللي تبغى تمنعه في المدينة، حط له تنظيم. لا يصير يعني الشرع قال لك مثلا الأصل فيه الحل، كل شيء حلال في الأكل إلا الخنزير والدم والميتة إلا تضر بالإنسان، يعني فيها ضرر على الإنسان، قال لك هذه 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 ما يجوز، الباقي مسموح لك. جاتنا بيتزا أكلناها،
جانا الكيوي من الفواكه وضعناه على المنخل، هذا يعني مرخ من خلال المنخل اكلناه. لكن هو ما قال لك تاكل بس جريش وقرصان، يعني لو واحد جانا وقال ما ناكل الا جريش وقرصان ورز بخاري وكذا، طيب اللي يبي سمك واللي يبغى بيتزا واللي يبغى همبرجر، عرفت كيف؟ فانت تمنع الخيارات عنه فيقل الابداع. فاذا تبغى الابداع يستمر لازم تمشي على هذا المنهج، يعني قول للناس ايش الاشياء الغير مرغوبه وحط لها تنظيم، لو سويت كذا ترى بعاقبك، لكن تبغى تسوي اشياء كويسه جو اهيد، عرفت كيف؟ فارجو ان يكون هذا جواب لتساؤلك. شكرا لك مهندس مدى. طيب معنا المعماري سامي الحداد، تفضل. السلام عليكم، مساء الخير على الجميع، بوتقة الأستاذنا العزيز فرحة تشقندي وإلى الأستاذ علي الشعيبي كان متداخل أيضا والأخوة المتحدثين. إذا تسمح لي أستاذ فرحات، أستاذنا العزيز، وإحنا دائما يعني نتعلم منكم، الله يبارك فيك. صوت واضح؟ أي واضح يا أبو نزار. الله يعزك إن شاء الله يبارك فيكم جميعا. حقيقة استمتعنا بهذه المحاضرة الليلة، وهي حقيقة ليس فقط محاضرة بل هي نقل تجارب لأربعين سنة تقريبا، يعني مثل ما تفضلتم، وما تفضلتم فيه أكيد هو أنا أعنونا الليلة بين ما هو سلبي مطروح في الإسكان والإيجابي، crisis of the built environment، يعني خاصة للمساكن. حقيقة نحن اليوم نتطلع ضمن رؤية 2030 إلى أن يكون هناك تحول في مفهوم الإسكان والأحياء السكنية، المجاورات السكنية، وأن تكون تنطلق من مفهوم علمي وأيضا عملي. يعني حضرتك مارست كثير وأكيد لك وجهات نظر وتجارب عديدة، أنا أتمنى من كلا المطورين وأيضا الجهة المنظمة للإسكان أن تضع في عين الاعتبار كثير من النقاط، يعني مثل على سبيل المثال اليوم موجود في نيو أربانيزم وتفضل فيها الأستاذ علي الشعيبي أبو محمد، أن اليوم نيو أربانيزم أحدها اللي هو تراديشنال نايبرهود على سبيل المثال، مفهوم السكن في الذي يرجع إلى التراث، وإحنا يعني مخزون التراث قوي جدا ولله الحمد الموجود. أيضا فكرة الوكابلتي الذي يعني تنبهنا لها بعد ما كانت قائمة من المدينة، مفهوم الميكس يوز ديفلوبمنت على سبيل المثال، تشخيص الحي لأن كل حي أيضا يحتاج إلى اعتبارات محددة، المخطط ودارس الإسكان يكون هناك مرونة بين ما هو مطلوب في الأنظمة المعمول فيها حاليا وبين ما هو مطلوب اليوم في المعاصرة. وأنا أتذكر يعني الاتجاهات الجديدة في الاستراتيجيات النيبرهود المستدامة التي ظهرت من UN Habitat على سبيل المثال، تتحدث عن مثلا، ما تتحدث عن نسبة مثلا عرض الشوارع ومقاساتها، بل تتحدث عن adequate space of for streets and efficient street network، يعني تحدث عن كفاءة الطرق في المكان وليس بعرض الشوارع وأنواع وأنماط الأعراض على سبيل المثال. تتحدث عن high density وتفضلت فيها من خلال النموذج اللي تفضلت فيه أبو محمد، أن ممكن ترى small lots of housing ممكن ترفع الكثافة فضلا عن الارتفاعات 6 و7 و8 دور في بعض الأحياء السكنية، وبالتالي أنت الكفاءة نزلت الصيانة الإجمالية حق المرافق إلى مسؤولية فردية في الصيانة على سبيل المثال. Land Use Development مثلاً، Mixed Use Development، النيو أربانيزم يتكلم عن variety of housing time، وتفضل أخونا العزيز أبو محمد عن ماذا عن السينجلز، السينجلز ونوعيات الدوبلكس والفيلاز والأبارتمنت تكون ضمن الحي السكني أيضا، وهو أحد المتطلبات حق رفع الكفاءة السكنية. أيضا السوشيال ميكس، اليوم نجد بعض الأحياء صار فيها فرز، تقول له حي X ولا Y يقول لك لا هذا لو إنكم ولا هذا إنكم، وبالتالي هناك إشكالية أن الحي الكامل يكون على سبيل المثال بما يسمى
اللو إنكم، بينما اجتماعيا أن لو كان في variety of income كان يحقق نوعية السستينابيليتي لهذا الحي، وهذا حقيقة مطلب. أيضا الاستخدامات الخاصة في الحي، أنا أتطلع حقيقة أن يكون هناك يعني مثل ما تفضلت منظور وتنظيم آخر يقدم حقيقة كمبادرة من متخصصين مثل حضرتك وحضرة الأستاذ محمد الشعيبي، علي الشعيبي، أن يكون هناك نظرة أخرى، وهذا على فكرة يكون بالترابط والتزامن مع النظرة الاقتصادية والاجتماعية للأحياء، بينما لا نجدها. ولذلك تجد بعض الأحياء السكنية اليوم، أحد المبيعات التي تمت في الرياض 1000 متر مربع سكني، سعر المتر 5000 ريال تقريبا للمتر، وبالتالي هذا يسبب يعني حقيقة نظرة يعني غير مستقرة للإسكان والمساكن، وأين الإنسان يسكن في مثل العاصمة مثلا الكثافة السكانية عالية لكنها متوجهة على جودة الحياة، وجودة الحياة تستهدف يعني جميع الطبقات من low income إلى هاي إنكم. فكيف تنظر حق يعني نظرة اليو إن هابيتت مع العمران الجديد، مع إمكانية وجود توازنات في سعر الأرض أو هي موجودة ولله الحمد، أو سعرها اليوم يعني وجعلها تمتنك للأفرج إنكم. تفضل أخونا أبو محمد. شكرا يا أبو نزار، ما في شك أن الأشياء اللي أنت أثرتها هي في الواقع هي المشاكل التي تعاني منها جميع المدن في العالم، والدعوات أصلاً الدعوات اللي جات للنيو أوربانيزم والوكابيليتي جات من إيش؟ جات من يعني التمادي في التخطيط وعدم التقويم المستمر له. يعني لما طلعت السبربس في أمريكا ضواحي النوم، يعني أحياء على مد البصر ما فيها ولا دكان واحد، كلها يعني بيوت للنوم، وبعدين يجوا على منطقة يسوي مول كبير كذا حوالينه غابة من مواقف السيارات، ما تقدر تروح إلا بسيارتك الخاصة أو كبار السن يروحوا له بالباص بالبلوتيبيسات، والأطفال يكونوا معزولين محشورين، يعني فسبب مشاكل اجتماعية كثيرة، وهذا اللي أدى إلى أنه يعني الدعوة إلى أنه لابد يكون فيه ميكس يوز، يكون فيه يعني الووكابيليتي، الناس تمشي في الحي تصل سيف. يعني السبر بيجي الواحد سيارته من العمل يدخل جراج يقفل على نفسه خلاص اليوم الثاني ينعزل عن العالم، ما يحط التي في وعنده البيرة ويقعد إلى اليوم الثاني. فهذه المشاكل هذه للأسف، والتخطيط هذا انتقل إلى العالم، وسادت هذه النظريات حقت الستينات والسبعينات إلى ما صار فيها يعني الثورة التخطيطية والدعوة إلى تحسين الشوارع والبيئة السكنية وإدخال يعني نحن تأخرنا كثير في إدخال الببليك ترانسبورتيشن. كيف يعني مثلا أنا اختصرت المحاضرة عشان الوقت، يعني كنت أبغى أعرض أيضا هذه، يعني لو تلاحظ هذا مثلا شارع خالد بن الوليد يمشي فيه خط أوتوبيس سريع، طيب فين يوقف هذا؟ اوكي، فانت لازم تعيد يعني تقويم الحي السكني اللي حوالينه بحيث انه يتماشى مع هذا. مثلا هذا خط الحافلات الرئيسي، هذا حي سكني، لازم انت توجه الحي السكني الى نقطه معينه، عرفت كيف؟ النقطه هذه اوكي هي مكان المحطة، عرفت كيف؟ يعني يصير هذه المحطات الخضراء، هذه الدوائر يصير هذه هي نقاط الوقوف، فأنت لازم تعيد الآن ترتيب الحي بحيث أن كل السكان يتوجه للنقطة هذه، زي ما سويت في شارعنا سلطان، يعني تعمل هنا شوارع زي سلطان في داخل الأحياء السكنية تتوجه، أو زي ما سويت في مشروع البستان الخط هذا الشارع المشار الرئيسي، والناس كلها تتوجه إلى النقطة الشمالية والجنوبية. هذا مثلاً مخطط دوكسيادس 2 كيلو في 2 كيلو، هذا خط الحافلات، هذا من الواقع، يعني خط الحافلات هذا أنا أخذته من المخطط الرئيسي لحق المترو. في عندنا خط حافلات ثاني البرتقالي
وعندنا محطات الإنزال وتحميل الركاب، هذه الأماكن. فلذلك تطوير أرصفة المشاة لابد أنها تتوافق مع أماكن المحطات. يعني أنا نحن أول ما بدأنا مع سمو الأمير عبد العزيز في تطوير بعض شوارع الرياض لأنسنتها ووضع أرصفة لإرجاع حق الناس في الشارع، حق المشاة، كثيرين يعني تساءلوا يقول لك هذا من وين إلى وين، يعني تيجي فقط تأخذ جزء من من المدينة أو جزء من الحي. طبعا هذا هو كان فيه ليميتيشن في الأول، أول مبدأ، لأن أمانة ما كان عنده ميزانيات. لكن لو الشوارع هذه تتوصل مع بعض زي ما حصل الآن في منطقة شارع الأمير سلطان، يعني في شارع الضباب متوصل معاه، ثم من شارع الضباب في شارع الحمدان يروح إلى شارع التحلية، فعندنا حوالي يمكن حوالي 30 كيلو الآن من الشوارع المرتبطة بعضها ببعض، ممكن هذه يسير إلى المدينة. يعني أنت الآن ممكن تركب، أنا ما أذكر الرقم لكن أذكر أني راجعت، حوالي عندنا 37 كيلو الآن من الشوارع المتصلة بعضها ببعض كلها بأرصفة جيدة، يعني ممكن تركب السيكل وتمشي للمسافات البعيدة هذه. فزي ما في المخطط عندك الآن إذا طورت الشوارع هذه 30، عرفت كيف، وجهناها إلى نحو المحطات، وضعنا محطات الحافلات، يصير يسهل على الناس، يعني يصير اللي يطلع من بيته يتأكد إنه يروح يحصل الأتوبيس واقف على بالساعة والدقيقة. كيف يعني نطور الشوارع هذه؟ طبعا إذا رحنا إلى مرحلة أخرى ندخل إلى داخل المربع هذا الصغير زي ما حصل هنا، يعني صار عندنا مدخل للحي، هذا مدخل ثاني للحي، عندنا هذه الشوارع الداخلية، نعيد تنظيم الشوارع الداخلية. وهذه التجربة سويناها في الحي اللي يسكن فيها أبو محمد علي الشعيبي والدكتور صالح الهذلول بمبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لما كان الدكتور صالح وكيل وزارة، وبالفعل سكرنا بعض الشوارع وزي كذا وعملنا نفس الفكرة هذه. وبعد ما انتهى المشروع شفنا أول مرة الأطفال في الشوارع طالعين، يعني هذه الشوارع الآن الداخلية. أوكي. طبعاً سكرنا الشوارع بالمناطق الخضراء هذه بحيث أن يصير عندك زيادة في الرقعة الخضراء في المدينة بدون نزع ملكيات. هذا الشارع الآن المجمع اللي يجمع الحركة الداخلية، طبعاً زادت الرقعة الخضراء. أوكي. صار عندنا منطقة تجمع المشاة، فين يتجمعوا؟ يتجمعوا في بداية الكوليكتر اللي على اليمين هذا الآن، الدائرة البنية، أو في الدائرة البنية اللي تحت اللي هو نهاية الكوليكتر. فيصير عندنا في نقاط تجميع للمشاة الآن، تجمع كل ما في الربع هذا اللي هو هذا 1/16 من مخطط دوكسيادس، عرفت كيف؟ مثلا صناديق القمامة، حاوية القمامة تقدر أنك تحطها في أماكن في نهاية المناطق هذه، عرفت كيف؟ يعني يصير فيه عمالة من البلديات تجمع القمامة من قدام البيوت وتحطها في مناطق مركزية زي عندك هنا في الصورة أمامك الأسطوانة البيضاء. أوكي. وهذه الثانية تكون هنا. أوكي. تكون على الكوليكتر، وهذه الثالثة تكون هنا، بحيث أنه ما يضربوا الناس الآن. أنا عندي بيتي كل يوم كل واحد يوخر صندوق الزبالة، هذه يحطها قدام بيت هذا وهذه يحطها قدام بيتها، ما صار في حل. هنا يصير خلاص الآن في نهاية الشوارع على الكوليكتر تتحط صناديق القمامة، ثم تأتي السيارة، شوف ظاهرة السيارة الآن، تمشي السيارة تجمع كل ما فيها القمائم و تنتهي هنا بدل ما توقف في كل شارع. يعني أنا كل يوم قبل صلاة الفجر أشوف السيارة تمر من قدام بيتي بصوتها، توقف حتى الفحمات، يعني من كثر ما اهترت أسمع احتكاك الفحمات حتى الفرامل، فهو يوقف عند كل ما مجموعة بيوت. مو معقول، معناها تحتاج إلى جيش كامل من الشاحنات تجميع القمامة، بينما بالطريقة هذه خلاص مع الكوليكتر السيارة تمر في الكوليكتر تجمع القمامة وتمشي، نوفر وقت ومال.
وفي نفس الوقت يصير فيه زياده يعني في محاولات كثيره، بس انا اختصارا للوقت ما يعني ما حبيت اثقل عليكم. اوكي يعني حتى من الناحيه الامنيه انا كان حبيت اني ابين لكم كيف ممكن تحقيق الامن في الاحياء الحاليه الان، يعني لكن ممكن هذه يعني تكون في يعني يكون في لقاء اخر ان شاء الله بعد ان شاء الله. شكرا، شكرا لك ابو محمد، شكرا لك، الله يعطيك العافيه استاذنا العزيز ابو محمد، ما شاء الله عليك كريم المعلومات والخبره والتجربه. الله يسلمك يا ابو نزار، يعني انت من الناس اللي يعني المفكرين واللي تحب نشر الفكر، ومجهودك يعني معروف ويثمن، فالله يكثر من امثالك. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك مهندس سامي. طيب اذا تسمح لي بس دكتور فرحات سؤال اخير ممكن اختصر لك اياه، في يعني معظم المشاريع اللي طرحتوهم اليوم حرصتم على اعاده احياء هذه الاحياء السكنيه من ناحيه تخطيطيه وحضريه، او كما يطلق عليها ريجينريشن، او كما اسميتموها عمليه جراحيه لهذه الاحياء، او تاهيل، او تاهيل خلينا نسميها. نعم، فتعرفون جيدا يعني دكتور اهميه تعزيز المشاركه المجتمعيه في اعداد الخطط الحضريه حسب ما تنادي فيه يعني الكثير من المنظمات الدوليه والعالميه زي الورد بانك واليو ان هابيتات والامم المتحده وغيرها. سؤالي، هل كانت لديكم تجارب في اشراك المجتمع المدني محليا والساكنين والمواطنين في اتخاذ قرارات بالتصاميم والخدمات اللي يحتاجونها ساكني هذه الاحياء؟ اي نعم، نحن لما بدينا في هذا اللي عرضت عليكم هذا الآن، أخذنا الجزء هذا بيت علي الشعيبي أبو محمد، وهذا بيت المهندس عبد الرحمن الله يرحمه، وهذا بيت الدكتور صالح الهذلول، وهذا المهندس عمر فنتو. اشتغلنا على المنطقة اللي يعني يعرفوها المجموعة المهتمين بهذا التوجه، بحيث أننا نعيد تأهيل الحي هذا أو جزء من الحي، طبعا على أساس أنه يصير فيه مشاركة مجتمعية. كنا نجتمع في بيت أبو محمد وفي بيت الدكتور صالح الهذلول، يجمعوا لنا السكان، وكنا نناقش، يعني كنت أعرض عليهم ويعني وجدنا ترحيب، وهذا إلا من واحد ما ودي أقول يعني في مكانه، يبدو أنه جديد جاي من منطقته. تعرف أول ما يجي الواحد يقعد له حوالي سنة يولع اللمبات ولمبات الأسوار، فطبعاً إذا سدينا حنا الشارع ما يمر ناس من عنده، هو على واجهتين يمر من واجهة واحدة، هو يبغى الناس تمر على واجهتين، فكان هو الوحيد المعارض. ولكن الحمد لله يعني استطاعوا أنهم يحتووه مجموعة السكان، وعملنا على التنفيذ بوضع النيجيرسي باريرز، لأنه ما كان في ميزانية كافية لتحويل الأرصفة وعمل أشجار. وبالفعل يوم من الأيام كان في أحد المفحطين هارب من المرور، ولسوء حظه دخل في الحي هذا وحصر الشارع مسدود أمامه فقبضوا عليه. لكن للأسف أنه في شرق المشروع هنا من الحي الثاني كان في أحد الأخوة يجي يصلي في هذا المسجد اللي هنا اللي لونه برتقالي في الصورة عندكم، ما أدري واضح ولا لا؟ إلا واضح، واضح. كيف مكتوب مسجد، كان يجي يصلي هنا. طبعا أول كان هو يدخل من داخل الحي، يخترق الحي ويجي يصلي. فإحنا لما أعدنا ترتيب الحي وسكرنا بعض الشوارع، اضطر إنه يطلع على شارع أبو بكر، يعني يمسك الشوارع الآن اللي هي الكوليكتر الرئيسية، ويمشي عليها وينزل على طريق أبو بكر، ثم يجي على 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 المسجد، يدخل على المسجد هذا. طبعا صار بالنسبة له يعتبرها مشقة، أول كان شورت كات، نحن خلينا الآن الشورت كات للمشاة واللون كات للسيارة. راح اشتكى في الأمارة، وطبعا ما أدري عرض الأمر على المسؤولين في المدينة، وأصر أمر بإزالة هو سماها عوائق وكذا، حط عوائق وكذا. وأنا بعدها عرفت أنه لابد
يعني أن الواحد قبل يسوي أي تغيير لازم يأخذ الدعم السياسي. يعني أنا كنت لما كنت في الكلية كنا لما نروح نأخذ الطلاب ونزور مدينة نروح مثلا رابغ ولا كذا نعرف الطلاب على المناطق هذه، كنا أول ما نروح ننزل عند المحافظ أو الأمير نسلم عليه، فكنت أستغرب يعني يأخذ منا نصف النهار للترتيبات وكذا. بعد ما حصل الإلغاء لهذا عرفت أنه لابد أنه أول شيء نبدأ بالهرم، يعني لابد أننا تجي للمسؤول وتأخذ الدعم منه ثم تبدأ بالهذا. ف يعني طبقنا حنا المشاركة المجتمعية، لكن أيضا في نفس الوقت الأفكار الجديدة هم اللي يحبطوها، عرفت كيف؟ يعني أنا عانيت في الكلية سنين طويلة، كنت أنا أدرس وما أدري الطلاب كانوا يجاملوني يمكن أو يقبلوا لأني أستاذهم، ويعملوا المشاريع على أساس أنه يعطوا الأولوية للمشاة، وكنا نسوي الوكابلتي وينجح الطلاب، يعني يسووا مشاريع جيدة أن الوصول فيها يعطوا الأولوية للأطفال، المشي إلى المدرسة من البيت. لكن الأهالي والحوالينا والعقارين والمطورين كانوا ضد التوجه هذا، وحتى بعض أعضاء تريس يقول كيف الناس يمشوا يا فرحات في شمس عندنا وكذا، يقول لا أنت لما تغير البيئة تعيد تصميم الوسائل هذه، يعني تشجر الشوارع ترصف، عرفت كيف؟ يعني ما تأخذ نفس التصور. عشان كذا قالوا يعني علماء الأصول إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، أنت لازم تصور الشيء بالكامل عشان تقبل فيه. فبعض يعني كثير من السكان كانوا يعارضوا المشي، يقول لك ما نمشي. أنا لما كنت في المجلس البلدي كنت أنا المعماري الوحيد، فلما كنا نجلس بين الأهالي وكنا نجتمع كل شهر مع سكان حي نشوف آراءهم زي كذا، وكان الأمير عبد العزيز العياف بدأ بأنسنة الشوارع بعمل شارع مشاة في كل حي، على أساس الناس اللي ما يقدروا يعني يروحوا للأندية أو بعيد عنهم الأندية على الأقل عندهم الشارع، بالذات للنساء، لأنه وجدنا أنه ثلث سكان المملكة يعانوا من السمنة والكوليسترول والسكر والضغط، اللي هي مشاكل اللي يسموها ناتجة من نمط المعيشة، من تغير نمط المعيشة، من عدم المشي. وغالبيتهم من النساء، فلذلك سويناه الممرات وصاروا يمشوا. فكان في معارضة كبيرة حضرتها أنا بنفسي، فكان يقولوا لي في يعني زملائي أعضاء المجلس البلدي يلا أنت واجههم يا فرحات، فأنا كنت أشرح لهم، يعني كانوا كثيرين هذا، كنت أقول لهم طيب أنتم الآن هذه أختك اللي بتمشي ولا أمك ولا زوجتك ولا بنتك، هل تبغاها تمشي تروح شمال الرياض في شارع الحوامل تمشي هناك ويأذوها الناس، ولا إنها تمشي في حارتك في حيك تحت مراقبتك وحمايتك؟ قال لا والله تمشي عندنا هنا. قلت طيب إيش المانع؟ الأمانة الآن مشكورة قاعد تسوي لك في حيك ممشى عشان تمشي فيه، والناس اللي ما يقدروا، يعني أنت يمكن تقدر تروح للنادي وتمارس الرياضة، طيب زوجتك ما تقدر تروح ولا أخذك، هذه كريم ما كان في أندية رياضية، هذا الكلام من يعني 15 سنة يمكن أو 10 سنوات أو أكثر. ف يعني كثر خيرهم الأمانة إنه سووا لك هذا الشارع على الأقل إنه يمشوا فيه لمدة ساعة. الأطباء يقولوا لك يعني بالإضافة إلى الأدوية اللي تأخذها للسكر والضغط أمشي نص ساعة كل يوم. طيب فين تمشي؟ لازم تهيئ المكان للناس عشان يمشوا، ما تقدر تقول لهم روح امشوا في الأرصفة الآن تزاحم السيارات وزي كذا. فكان في صدقني كان في مقاومة ومعارضة شديدة، حتى يعني اشتكوا الأمين إلى الملك وإلى الأمير سلمان أنا ذاك الملك سلمان، ويعني الحمد لله كل الدعم جاء لصالح الأمانة وتم عمل الشوارع هذه يعني في كل حي. كان هدف الأمانة أنه عندنا حوالي 120 حي، بحيث أنه في كل حي يكون في شارع مشاة ويكون في أيضا مركز بحيث أنه يكون في منطقة ألعاب وحديقة ومنتزه ومضمار للمشي وملاعب، بحيث يكون متنفس اللي يسموها الساحات البلدية. ونجحت الأمانة، واللي يروح يشوف أيام الخميس والجمعة يعني كيف الناس يمتلوا في هذه الساحات تتعجب.
يعني الناس متعطشة إلى الفراغات العمرانية. فلذلك يعني لا تستغرب أنه المشاريع اللي فيها تحقق هذه المطالب ترتفع أسعارها، هذا شيء طبيعي. فأرجو أن كنت جاوبت على سؤالك أخوي فهد. الله يعطيكم العافية، مشكورين جزيل الشكر دكتور على هذه المحاضرة، استمتعنا بما قدمتموه لنا من فائدة ومن معلومات، وإن شاء الله تكون وصلت الفائدة كذلك للأخوة والأخوات الحضور. باسمي وباسم مجموعة بوتق نتقدم لك بالشكر الدكتور فرحات على هذه المحاضرة، وكذلك الشكر موصول للأخوة والأخوات لحضورهم لهذه المحاضرة. نود التذكير بأن المحاضرة مسجلة وسيتم إن شاء الله رفعها على قناة بوتقة في اليوتيوب، بإمكانكم مشاركة الرابط لمن لم يتسنى له حضور هذه المحاضرة. نشكر لكم حضوركم ونلتقي بكم مساء الثلاثاء القادم بضيف جديد وموضوع آخر. شكرا لكم. شكرا، مع السلامة.